اهلا وسهلا بحضراتكم، اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه، البيت اللي دايما بنعرف منه كواليس واخبار نادينا الكبير النادي الاهلي. والنهارده ان شاء الله، بس قبل ما اقول فقراتنا النهارده في البيت الكبير، خليني بس اخد جزئيه صغيره جدا على الاحداث الجاريه حاليا، ومش حاليا بس، من امبارح واول امبارح. طبعا قضيه اثيرت بشكل مبالغ فيها جدا، وكان السبب في هذه المبالغه احد اعضاء مجلس اللجنه المؤقته الكابتن محمد فضل. كابتن محمد فضل للاسف يعني حط عباءه المسؤول غير المسؤول بمعنى اصح. طبعا الاحداث كلها اللي شفناها في خلال الفيديو، ومداخله الكابتن سيد عبد الحفيظ امبارح، والدور الكبير اللي قام به النادي الاهلي في البيان اللي بيأكد فيه، اولا قبل ما نتطرق لده، لكن خلينا نقول ان موقف صعب جدا جدا للكابتن محمد فضل. ان انا تابعت الموقف بشكل جيد، كلمت كمان كهربا لم يخطئ، وكلنا شفنا ده على الفيديو من خلال وسائل السوشيال ميديا. كهربا لم يخطئ ولن يعتذر، هي الموضوع وحطه تحت لم يعتذر دي 30 40 خط. الموضوع كله يا جماعه ان احنا داخلين على منحنى خطر جدا. يعني انا مش عايز اخش في تفاصيل، وكلام اتقال كتير جدا على الكابتن محمد فضل واللي عمله، لكن كان في عدم احترام للكابتن محمود الخطيب، كان في عدم احترام لمسؤوليته هو كواحد مسؤول في اتحاد الكوره، اتحاد كبير جدا، في اخطاء كتيره في البروتوكول، فكل دوت. وانا عاجبني جدا ان النادي الاهلي دايما بيقف جنب ولاده، النادي الاهلي هياخد حقه. ازاي النادي الاهلي هياخد حقه؟ اعتقد خلال الساعتين ثلاثه الجايين هنعرف اخبار وكواليس كتيره جدا جدا عن هذا الموضوع. لكن انا بتكلم بصفتي هاني رمزي، اللي انا شايف الكلام ده من بره. انسوا كمان ان انا في النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي. انا بصراحه موقف محمد فضل، لا يعني انا بالنسبه لي كان علامه استفهام كبيره جدا 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 جدا، ان بيحط نفسه في موقف صعب جدا، بيحط نفسه بيطلع نفسه من مسؤولية، بيخش في خناقة، وبيخش مع بيزق لعيب، كل دوت يعني مشاهد unprofessional، غير احترافية بالمرة. كل ده سايبينه. أنا عارف إدارة النادي الأهلي، مجلس إدارة النادي الأهلي بيتابع كل صغيرة وكبيرة، جماهير النادي الأهلي عارفة بالظبط إيه اللي بيحصل بشكل كبير جدا، عارفين كواليس كتير. هنتكلم أنا وسام على الموضوع شوية بالتفصيل، تأثير دوت على انضمام كهربا للمنتخب ولا لأ، علامة استفهام كبيرة هنتكلم عليها. خلينا بس يعني الأول نقول لكم فقراتنا هنا في البيت الكبير إن شاء الله، وبعد كده هنتابع كواليس وأخبار كتيرة جدا. معانا الفقرة الأولى إن شاء الله الأستاذ محمود صبري، ده طبعا مدير تحرير جريدة الأهرام، والأستاذ سامي عبد الفتاح، ده الناقد الرياضي الكبير. في فقرة تانية إن شاء الله معانا فيها الكابتن الكبير محمد حشيش، كابتن النادي الأهلي. والفقرة الثالثة هيكون معانا نجم الكبير كابتن رضا شحاتة، طبعا المدير الفني الحالي لفريق الجونة، وبيشرفنا لأول مرة هنا في البيت الكبير في قناة النادي الأهلي. سهام مساء الخير عليك. مساء النور كابتن هاني، مساء الخير مشاهدينا، مشاهدي النادي الاهلي في كل مكان، قناه النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي العظيم، برحب بحضراتكم. وحلقه النهارده اكيد مهمه، كل الاهلاويه في حاله ذهول يمكن من امبارح تعمدنا، عشان اللي بيسال، تعمدنا ان احنا ما نتطرقش لموضوع اللي حصل في وقت تسليم درع الدوري، وقلنا خلاص ومشده وحصلت وهتخلص وكذا. النهارده لان في تمادي وفي حاله من الاصرار على ان انت يعني تتمادى او تاخد خطوات الحقيقه ما اعتقدش ان هي في صالحك، فكان لازم ان احنا نتكلم في حلقتنا النهارده. حاله استياء انا عارفه ان هي شديده جدا من في وسائل التواصل الاجتماعي، الناس كل ما حد يقابلنا كلموا قولوا احنا ما كناش عايزين نتكلم، لان خلاص قلنا مشده. وزي ما حضراتكم يمكن حتى سمعتوا، انتشرت جدا المكالمه بتاعت كابتن سيد عبد الحفيظ لما قال احنا سكتنا، ولما كهربا هيغلط او اي لاعب مش هننتظر حد يقول لنا ان في حد من عندكم غلط، على طول للاداره ولجنه الكوره بتتخذ الخطوات وبتعاقب المخطئ من قبل ما حد يتكلم. فانت النهارده واحد مسؤول في اتحاد الكوره، المجلس المعين اللي المفروض جاي علشان يحل الازمات هو اللي بيصنع الازمات. انا اسفه ان انا بقول كده، تخيلوا الكارثه انه اللي احنا قدامها النهارده. كابتن فضل، انا طبعا احنا زمايلنا النهارده على
مدار اليوم يمكن اتكلموا وتطرقوا لهذا الموضوع، لكن احنا بنحاول هنا ان احنا نتكلم في وجهة نظر مختلفة. انت النهاردة بتحاول تثير أزمة من غير لازمة. الحقيقة ان انت اللي عملته النهاردة كابتن فضل، مع احترامي الشديد ليك وانت كابتن كبير، أزمة من غير لازمة. الموضوع كان بسيط جدا، كلنا شفناه على شاشات التلفزيون، شفنا كابتن محمد فضل هو اللي بدأ بكل صراحة بقى وكل وضوح الشاشة واللقطة على قولة كابتن سيد. احنا النهاردة في لجنة الانضباط هي هتاخد اللقطة دي وهي اللي هتقرر مين اللي غلط، كهربا ولا كابتن محمد فضل المسؤول. كابتن محمد فضل المسؤول، مين اللي بدأ؟ كابتن محمد فضل مين اللي بدأ في إثارة الفتنة مع محمود كهربا قبل مراسم الاحتفال بدرع الدوري ما تبدأ؟ كابتن فاضل، أفتكر أنه حضرتك للأسف، يعني للأسف أنت ممثل الاتحاد ومسؤول كبير في الكورة، واحد من أهم الكيانات الكروية في القارة الإفريقية، وللأسف في المقابل أنت اللي بتثير أزمات بدون سبب وبدون أي داعي. اللقطة دي اللي قدامكم دي أنتوا اللي حكمتوا عليها في أول امبارح. اللقطة اهي تاني هنفضل نعيدها، ومهندس عدلي عدها، واستاذ ابراهيم المنيسي وزمايلنا قبليهم. الصورة ما بتكذبش يا جماعة. كابتن فضل، انا الحقيقة مش عارفة من وقت السوبر لحد دلوقتي حضرتك، ده سؤال، في ايه بينك وبين كهربا؟ يعني في ايه بينك وبين كهربا؟ ليه الخناقة؟ ليه؟ ما انا والله يعني عايزه فعلا حضرتك ترد تقول لي ليه باستمرار في التعنت ده مع كهربا. انت مسؤول بتعمل كده وممثل من اتحاد الكوره، او في اتحاد الكوره المفروض انك بتسلم الدرع للاهلي، دي مهمتك النهارده في الاستاد، ومش عارفه اقول يعني انك مثلا زعلان من تتويج الاهلي، فبتطلع زعلك ده مثلا على واحد من اللعيبه. فأنا والله ما عنديش فعلا أجوبة للأسئلة دي، وما عنديش تفسير للي حضرتك عملته قدام الملايين مش بس الأهلوية، والمفروض أنك تكون قدوة. وأنا برضو أسفة أن أنا بقول كده، أنك يعني مش المفروض أبدا أنك تطلع بالمنظر السيء ده، حتى لو كان كهربا يعني في حاجة بينك وبينه أو أنت عايز تقولها. ليه؟ في أسلوب أحسن من كده، في أسلوب أرقى من كده. إحنا بنقلد بعض، احنا بنقلد بعض، ومفيش يعني داعي. انت في استاد وفي الملعب، وبنتكلم عن الروح الرياضيه، وبنتكلم على ان انت المفروض اللي تتقلد، فاحنا مش في حته تانية علشان اللي حصل ده يحصل. ده صح. بص كمان يا سامي، اللقطه زي ما بقول لك يعني كمان على يعني انا مبسوطه جدا كمان ان برجاوي مسلط الضوء على الفيديو ده. طبعا، لان الناس يعني مالها السيره اول امبارح غير على اللقطه دي، واللقطه دي كله حكم عليها، مش بس الاهلاويه على فكره. انا مش بتكلم هنا ان احنا في قناه النادي الاهلي ولا البيت الكبير ولا بندافع عن النادي، لا لا. الفيديو جزئين، ده الجزء الاولاني اللي قدامنا، دي اللقطه الاولانيه خالص، اللي كهربا جاي يشيل تقريبا ابن مؤمن او بنته، فبيسلم على كابتن محمود الخطيب، بيسلم على مراته، وراح متجه بعد ما سلم عليهم اتجه تاني للعيبه وفرحتهم. ده اصل ده مالك يعني عادي جدا. فالموضوع لغايه دلوقتي ما فيش اي مشكله خالص. الزقه دي بقى والزقه التانيه دي بقى ليه؟ يعني انت يعني ولا انت مسؤول على تنظيم، ولا انت مسؤول، ولا ده فرحك. انت جاي راجل مدعو، الراجل انت محمد فضل مدعو من قبل اتحاد الكوره انه يكون موجود في هذه الاحتفاليه. انت ولا منظم ولا جاي تنظم ولا بتزق كهربا علشان قال يعني وسع. اولا انك تمد ايدك على كهربا بهذا الشكل، ده انت حطيت نفسك انت في موقف المسؤول غير المسؤول، انا مسميها المسؤول غير المسؤول. طلعت نفسك بره عباءه انك راجل خلاص بقيت مسؤول في اتحاد الكوره، خرجت نفسك على الشكل المعتاد لمحمد فضل، ان الناس كانت شايفه ان محمد فضل كادر، وجماهير النادي الاهلي كانت بتقف جنبه وبتعمل كادر كبير، وان اولا واخيرا الفضل للنادي الاهلي انك موجود اصلا جنب كابتن محمود الخطيب. الكابتن محمود الخطيب، انت يا فضل قاعد جنب الكابتن محمود الخطيب، ده من عشان ايه؟ ده عشان كنت بتلعب في النادي الاهلي، والكابتن الخطيب مكبرك ونازل معاك وماشي. طب احتراما للكابتن محمود الخطيب اللي انت واقف جنبه، تمالك اعصابك، تمالك اعصابك، مش عشان حاجه حصلت غلط، واحد مش عايز يسلم عليك خلاص،
انا لو في مكانك كهربا مش عايز يسلم عليا، انا بكل احترام بسال، بقف جنب الكابتن محمود الخطيب، بعمل واجبي، اول ما بخلص الصوره ثلاث دقايق واتكل على الله، لان ده مش فرحك، ده فرح النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي فرحانه بده. فعايز اقول تاني، مش عايز اكتر في النقطه دي، لان زي ما انت قلت سهام كلنا اتكلمنا عليها، لكن انا شايف ان هذا هو تصرف المسؤول غير المسؤول. بالمناسبه كابتن فضل، انت كمان يعني الازمات مع النادي الاهلي كانت كتير قوي الفتره اللي فاتت، يعني تحديدا كابتن محمد فضل، يعني مباراه السوبر وانت اتكلمت عليها سهام، والازمات اللي حصلت بعد كده، وبسبب مباراه السوبر اتوقف لنا ياسر ابراهيم واجاييه، ولا وبعدين الموضوع لا بتطلع في الصحافه تقول لا اصل انا ماليش دعوه. الجزئيه الخاصه جدا، معلش يا سهام، اخر جزئيه ان هو دلوقتي دايما بيطلع الكابتن محمد فضل، يعني كان مع الكابتن سيف زاهر، وبيقول يا جماعه جماهير النادي الاهلي لازم تعذرني، اه انا ابني من النادي الاهلي لكن انا دلوقتي محايد. هو النادي الاهلي طلب منك تعمل حاجه؟ يعني احنا مش عايزين منك غير جزئيه واحد، ان هي العدل بس مش اكتر. وكل مسؤول في منطقه، حتى لو في النادي الاهلي، يعني انا اشتغلت في اتحاد الكوره في النادي الاهلي، هقلع عبايه النادي الاهلي لكن بعمل الحق، لكن ما تحسسناش انك يعني اصل النادي الاهلي طالب منك خدمه او بتمن على النادي الاهلي اصلا. لا، الكلام ده غير، كمان ده غير مسؤول. انت في اتحاد الكوره كمحمد فضل الكادر المسؤول في اتحاد الكوره، بتراعي كل الانديه كلها على مسافه واحده، لكن ما تطلعش تقول كده لان النادي الاهلي ما طلبش ان خدمه منك، او والنبي فضل اعمل لنا الخدمه ديت. لا، الكلام ده مش في النادي الاهلي. النادي الاهلي بياخد حقه، والنادي الاهلي قادر ياخد حقه، والنادي الاهلي لما بياخد حقه بياخد حقه بالقانون وبالطرق الشرعيه. فخلينا نتكلم، ننتظر ايه خلال الساعات اللي جايه، ايه اللي هيحصل يا سهام الساعات اللي جايه. وانا متاكد ان تاني بعدها كهربا ما غلطش، وكهربا كمان ما اعتذرش، لان اللي بيعتذر بيقول انا يعني انا غلطت، لكن انا وانا على تواصل مع كهربا كويس قوي، وعارف أنا عارف ان انت كلمته يعني. بس اللي حصل كمان، يعني انا باكد عليه كذا مره كابتن، ان اللي حصل اصلا الغلط مش من اللاعب، وكان هو اولى بانه يبادر بانه يقدم المذكره دي للجنه الانضباط. فاحنا انت ما عملتش كده كلاعب، وانت اللي سبقته ورحت، يعني عارف اللي هو المثل بتاع ايه، ضربني وبكى وسبقني واشتكى. هو يعني هو فعلا كده، هو المثل ده اللي والله جه على بالي دلوقتي. فليه والحقيقه النهارده انت عملت، يعني اثرت غضب ناس كتيره جدا النهارده، في ناس كتيره جدا غضبانه منك، وانت ازماتك متكرره مع النادي الاهلي، وتحديدا المره دي النهارده انت يعني عمال بتضغط بشكل جامد جدا على مدار الساعات اللي فاتت، وعلى كابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب علشان ما يضموش لقائمه المنتخب. ليه؟ باي حق؟ وانت النهارده بتستعد لمواجهه مهمه جدا توجو، وبالرغم من ده كان في مكالمه هاتفيه للكابتن حسام البدري مع كهربا من انه مش هيلتفت لده، وانه هيكون فعلا موجود في المعسكر، معسكر المنتخب. لكن ده بعد ايه اللي حصل؟ ليه يحصل ده برضه؟ يعني ليه موضوع يتطرق للمنتخب وحسام البدري، وليه حسام البدري ياكد لكهربا ان انت في الحسابات بعد ما كنت خارج الحسابات؟ ليه الكلام ده؟ ليه التواطؤ المخزي ده؟ ليه؟ لا دي كارثه. وليه انت يعني هو احنا بنلعب كوره ولا احنا جايين نتخانق ونصفي حسابات؟ انا على فكره ده مش بس في الكوره، ده مش بس في الكوره، ده في كل حاجه في حياتنا. في ناس ما بتفصلش في الكرسي اللي هي قاعده عليه، وبين مصالحها الشخصيه وخناقاتها ما بتحطش الحاجات دي على جنب وتتعامل بضميرها. انا عندي مشكله مع الضمير. انا فاهم ده كويس. انا عندي مشكله والله العظيم. كارثه على المستوى. ايه دخل يعني، ايه دخل الموضوع، ايه دخل حسام البدري؟ لا، والمنتخب هو وان انت تستبعده في المشكله بتاعت زق الايدين. هو يعقل اصلا ان حتى يثار في حتى في الاجواء ده عيب، ان ممكن احد رجال اللجنه الخماسيه ممكن يقعد مع الكابتن حسام ويقول له خد ده وما تاخدش ده؟ هي الفكره كلها احنا بنتكلم على منتخب مصر. هل منتخب مصر وقائمه منتخب مصر بتدار من داخل اعضاء اللجنه الخماسيه ولا من جانب الجهاز الفني للكابتن حسام البدري؟ هل بتدار على حسابات معينه ولا حسابات فنيه بحته للكابتن حسام البدري؟ هو دوت السؤال. كهربا من اسبوع الكابتن حسام البدري قال له انت ماشي كويس وانت معانا المعسكر اللي جاي. وسائل الاعلام او السوشيال ميديا خلال تصريحات واختيارات الكابتن حسام، اصل لا كهربا بره. طب كهربا بره ليه؟ من اسبوع كان موجود ودلوقتي بقى بره. وتخلي حسام البدري يكلمه يقول له لا انت معايا في المنتخب، انا هضمك للمعسكر، وهضمك تاني للمعسكر. يعني
يعني هي دي المعادلة. ليه الحوار ده يتعمل؟ ده المعادلة الصعبة اللي أنا مش قادر أفهمها، إن خلينا نتكلم تاني بكل الخطوط العريضة. النادي الأهلي مؤسسة عظيمة، النادي الأهلي كي بيدار بشكل احترافي بشكل كبير، مجلس إدارة احترافي بشكل كبير جدا عن طريق كابتن محمود الخطيب. النادي الاهلي ما بيسيبش حق اولاده، ولو كان كهربا غلط، وتفتكروا معايا مكالمه كابتن سيد امبارح، كابتن الخطيب قال لي سيد لو كهربا غلط احنا اول ناس هنعاقبه، احنا اول ناس هنعاقبه. مليون جنيه قبل ما تطلع العقوبه من اتحاد الكوره الفتره اللي فاتت على كهربا. ليه؟ لان ممكن النادي الاهلي شاف ان كهربا اخطا، مليون جنيه غرامه. النادي الاهلي ما بيدارش بحسابات معينه، النادي الاهلي عنده مبادئ تاني، والنادي الاهلي بيشتغل باساليب احترافيه بحته. كهربا لما يغلط بيتحاسب، كهربا ما غلطش، النادي الاهلي ان شاء الله هياخد حق كهربا. لكن كل دوت اعتقادي الشخصي ان كابتن محمد فضل خسر كتير جدا جدا جدا، ما اتكلمش على شعبيه النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي، لكن على المستوى المسؤول، المسؤول غير المسؤول. بس وطبعا الازمات موجوده من ايام السوبر، لما حضرتك طبعا رحت قدمت الاسطوانه المدمجه وقلت حصلت عليها من قناه ابو ظبي، وقناه طبعا اللي كانت ساعتها ليها حقوق بس المباراه، مباراه السوبر بين الاهلي والزمالك، وقالت لك لا ده ما حصلش. فطبعا يعني بقى شكلنا مش حلو، شكلنا مش حلو. والحقيقه ما كناش نتمنى ان الامور توصل للمرحله دي، بس اللي بيحصل برضو من كابتن فضل وكابتن النهارده، يعني مش هقول حسام البدري، مش لحد ما يحصل اكشن، بس مش منطقي ابدا ومش طبيعي. والاهلي الموسم ده انت النهارده في حته تانية خالص بشهاده الجميع، وارقامها قياسيه، وبيحققها الاهلي وبيكسر بيها، بيكسر بيها ارقامه هو. انت بتنافس نفسك، صحيح. يعني الاهلي بينافس نفسه، بيكسر ارقامه القياسيه هو. فانت النهارده يعني مفيش داعي ان انت تعمل مشكله من لا مشكله. البادي اظلم، ونادي الاهلي مش هيسيب حق كهربا لو فعلا معاه الحق، وده اللي احنا قلناه. ويمكن حتى يعني حتى في الغرف المغلقه لما هنا بنتكلم ولا لما كذا، انت اللي مش عايز تثير الازمات، احنا اللي مش عايزين نثير الازمات، ومع ذلك انت اللي بتعمل هذا التصعيد. فلا خلاص بقى، طالما انت اللي بتصعد يبقى نشوف بقى مين، كل واحد ياخد حقه. طالما الحق معانا تبقى عنينا قد كده، تبقى عنينا يعني تبقى عنينا قد كده. بس احنا معانا التقرير دلوقتي، التقرير ده بيرصد انه انت النهارده في عز ازماتك دي، من وقت ما بدأ الموسم وانت داخل على بطولة مهمة، وانت يا أهلي لا تتوقف، لا تتوقف عن كتابة التاريخ. تعالوا نشوف التقرير ده، والبيت الكبير متكمل مع حضراتكم. يلا نروح على أخبارنا العالمية. هنبدأ طبعا أسطورة روما فرانشيسكو توتي، طبعا تعرض لإصابة بفيروس كورونا. توتي شعر بأنواع من الغثيان شوية، درجات الحرارة العالية، قرر إجراء مسحة، وكانت نتيجة المسحة إيجابية. طبعا توتي دلوقتي في العزل الطبي، طبعا انتظار لنتيجة مسحة أخرى مع أكيد المتابعة العلاجية من خلال الأطباء هناك. طبعا توتي أسطورة كبيرة جدا جدا في روما، أصيب النهاردة بفيروس كورونا. النهاردة طبعا الكورونا عادت تجتاح العالم مرة تانية، هي أساسا ما خلصتش، بس أنت النهاردة يعني رجعت تاني تتابع أرقام كورونا، صحيح. في بلاد العالم. فانت يعني كورونا لسه مستمره معانا شويه حلوين لحد ما نشوف الفاكسين هيطلع امتى. النهارده برضو بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي كان بيأكد على اهميه تحقيق فريقه للفوز على اولمبياكوس اليوناني بكره ان شاء الله في دوري ابطال اوروبا. جوارديولا كان بيقول في مؤتمر الصحفي النهارده ان الفوز بكره ضد اولمبياكوس مهم عشان تتصدر المجموعه. الفوز هيجعلهم قريبين جدا من التأهل للدور القادم ان شاء الله. بعد كده يعني ممكن يتعاملوا بشكل افضل مع مباريات الدوري. طبعا عارفين النهارده نجمنا المصري احمد حسن كوكا كمان بيلعب في اولمبياكوس اليوناني، وصرح بانه تسجيل هدف في مانشستر سيتي ده شيء يعني بيحلم بيه، من احلامه، وهيدخل بيه التاريخ برضه. طبيعي طبعا. على فكره احمد حسن كوكا ماشي بشكل اكتر من رائع، احرز حتى في الشامبيونز ليج او قبل دوري المجموعات، حقق هدف وبيحقق هدفين في الدوري،
وكمان يعني بنتكلم ان هو في حاله جيده جدا جدا جدا، وده شيء مهم كمان ليه وكمان لمنتخبنا. طبعا يعني. على مستوى ماشي بشكل كويس، بيهدف بشكل كويس، نهى الموسم بشكل كويس جدا. ده ان شاء الله جاي المنتخب بحاله معنويه كبيره عاليه يعني. الخبر الثاني طبعا عارفين يورجن كلوب طبعا بيدافع دايما على لعبته باستماته، يعني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن صلاح، يعني بعد الانتقادات لصلاح بشان حصول صلاح على ركلات جزاء في الفتره الاخيره، صلاح حصل طبعا على ضرب جزاء في مباراه ميتلاند الدنماركي وضرب جزاء اخرى امام ويست هام في الدوري الانجليزي. كلوب قال على الاعتراضات ديت او ما يقال ان صلاح بيتعمد يعني يقع في جوه ال 18 وبيحصل على ضربات الجزاء، الكلام ده غير صحيح، وانا عارف كمان صلاح مش من هذه النوعيه من اللعيبه، ولكن دايما على عاده يورجن كلوب زي ما قلنا على يورجن كلوب من اهم مميزاته هو دايما بيحمي اللعيبه على المستوى الفني وكمان خارج الملعب من خلال اللقاءات الصحفيه. طيب نروح بقى لبابي تشيرتون، والحقيقه يعني النهارده عنده 83 سنه وهو اعظم انجليزي يمكن لعب النهارده كره قدم، واحد من اساطير مانشستر يونايتد والمنتخب الانجليزي، النهارده بيصارع مرض الخرف. فبنتمنى له طبعا يعني انه ربنا يشفيه، بس تعالوا نشوف التقرير دوت عن حالته، وبعد التقرير نطلع فاصل علشان نستقبل اولى ضيوفنا الاستاذ محمود صبري الاستاذ سامي عبد الفتاح. اتفضل. السير بوبي تشارلتون اعظم انجليزي لعب كره القدم واحد اساطير مانشستر يونايتد وأبرز نجوم المنتخب الإنجليزي بطل كأس العالم عام 1966 يصارع مرض الخرف. قضى تشارلتون معظم مسيرته الكروية مع نادي مانشستر يونايتد بدءا من عام 1954 حتى عام 1973، وشارك في تلك الفترة في 604 مباراة وسجل 199 هدفا وله 49 هدفا دوليا في 106 مباراة بقميص المنتخب الإنجليزي، وهو الرقم الذي ظل صامدا لما يقرب من نصف قرن حتى حطمه واين روني بعد ذلك. بوبي تشارلتون الذي يعتبر أيقونة جيل إنجلترا 66 أصبح السادس من بين لاعبي المنتخب الإنجليزي الذين أصيبوا بمرض الخرف، وتوفي شقيقه جاك قبل شهور قليلة بالمرض ذاته. ويظل بوبي تشارلتون أحد أبرز علامات كرة القدم العالمية والإنجليزية، وصاحب مسيرة لم يكررها لاعب إنجليزي على الصعيدين المحلي والدولي. اهلا بحضراتكم مره تانية، واول فقرات البيت الكبير النهارده معانا اثنين من الصحفيين الكبار، معانا طبعا الاستاذ محمود صبري، ده طبعا مدير تحرير جريده الاهرام. مساء الخير يا استاذ محمود. كابتن زي حضرتك انت النهارده. وطبعا الناقد الرياضي الكبير بجريده المساء الاستاذ سامي عبد الفتاح. اهلا كابتن. مساء الخير يا استاذ سامي. الله يخليك ويبارك فيك، وسعيد ان انا اكون مع الاستاذ محمود النهارده صديق قديم. سعد بك يا ريس. الله يخليك. استاذ محمود، طبعا حديث الشارع المصري عامة والأحداث اللي بتحدث من خلال طبعا احتفالية النادي الأهلي والموقف الغريب اللي حصل من خلال يعني محمد فضل جانب كهربا والتطورات خلال الأحداث الأخيرة، خلينا نتكلم عن الأحداث أو الساعات الأخيرة. طبعا حضرتك تابعتها إزاي؟ لا والله أنا حزين للمشهد بصفة عامة. يعني الدولة رايحة في حتة وبتبذل مجهود وبنعمل بتكلم، وعندنا فريقين رايحين نهائي دوري ابطال افريقيا مثلا، وننتظر يعني حادث ومشهد كبير، واحنا بنفكر في حاجه غريبه جدا. يعني دي فرحه كبيره بيبان فيها المفروض حتى بيبان فيها قدرات الناس الشخصيه. في مواقف كتير يا كابتن هاني لو جيت انا رصدتها وقلت لك حصلت مع شخصيات كبيره في الرياضه المصريه سواء في النادي الاهلي او في الزمالك او في الاسماعيلي، مرت عليها المواقف دي لم يشعر بها احد. لم يشعر بها احد. محمد فضل لا خلاف عليه، يعني مش عاوز اقول مساله جزء من ابناء النادي الاهلي ولا، محمد فضل يعد يعني داخل في مرحله انه يبقى كادر من الكوادر المفروض اللي هي تم الترتيب ليها. وانه الاهلي اختطفه كده
ورجع وحطه في مكانه وبعد كده راح في حته تانية ماشي. لكن كان يتوجب في هذا الموقف يكون اذكى من كده. الذكاء انك انت تعدي اللقطه ان انت جاي فرح، فرحه كبيره واحتفال ببطل الدوري. المساله مش محتاج انك انت تبص على حاجات صغيره. لو قلت وانا يعني اسلم بانه خطا كهربا، فانك انت ما دام كهربا برضو ما دام انت سلمت على الناس كم من سلامك. طب ما سلمش انت، كان ممكن تلبس كهربا مشكله كبيره جدا مع النادي الاهلي في تصرف كابتن محمد فضل. يعني كان ممكن يعالج النقطه انه يحط كهربا في موقف محرج. انا افترض لك جدلا يعني طبعا. لو هو مثلا ما سلمش خلاص، كان ممكن اسكت واعدي الموقف والمشهد. في هنا في كبير هنا موجود في رئيس النادي، احطه في الموقف واقول حصل كذا وكلمتين وانهي الموضوع بذكاء. طيب انتهى الموضوع، هل يتوجب الامر انك تفاجئ بالناس والنادي الاهلي يطلع بيان ويتكلم عن الموضوع ملم الموضوع الدنيا تقول لا هيتحول للتحقيق وبتاع، وبعد كده لما الفيديوهات الصادمه اللي هي اتوجدت تخلي المساله ترجع. طب جيتك بيتك، انا جيت لك خبطت على بيتك ها لغايه بيتك وجيت ادخلت عندك في البيت وقعدت وخلاص وانتهى الموضوع المفروض، وانا قاعد في بيتك مصر ارضاء يعني هنقول ارضاء للذات يعني كلام غريب جدا انا مش مصدق اللي بيحصل ده، تطلع بين وانا قاعد ان انا قدمت لك اعتذار وانا ما اعتذرتلكش على حاجه. ما انا لو اعتذرت تبقى مصيبه، يبقى انا كاني ارتكبت الخطا. لا هي كمان الصيغه اللي هو تقبل محمد ما انا بقول ده تقبل على بضد يعني. فانا عايز اقول لحضرتك ايه، انه احنا كده بالمشهد ده بنجسد حالنا عشان ما نضحكش على بعض، عشان ايه ما نديش نفسينا حجم اكبر كده. ما فيش، انت قلت انك انت رايح للجنه الانضباط وتوعدت وكمان تم الاستبعاد من المنتخب، وده يؤكد على انه ده ما فيش عمل ده موضوع نقطه استبعاد المنتخب دي موضوع كبير جدا على فكره. يعني انا مشفق على مش يعني انا مشفق على الكابتن حسام بدري وعاوزين نعرف الحقيقه ازاي تم ابلاغ اللاعب انه موجود وفجاه تحول الامر لانه خارج المنتخب. خلاص دي اختيارات والناس انا هنحترم القرار ومش، لكن المساله هنا مش عاوزين ندخل وادخل انا نفسي واقول فلان انت جبته عشان كذا وفلان انت سبعته عشان كذا. يا جماعه هو الصالح ايه؟ صالح منتخب مصر. لو منتخب مصر محتاج كهرباء، هل ممكن في الظرف ده انك انت عشان خلاف هنقول عليه شخصي او خلاف في وجهات النظر او خلاف في موقف يخليك تاخد قرارك انت تستبعده؟ اعتقد ان حسام بدري مش هيقبل بحاجه زي كده. يعني لو كان قبل بحاجه زي كده تبقى مشكله بالنسبه له على فكره، لانه كده في بعد كده يبقى التفكير طيب لو رجع محمد لو رجع كهربا محمود كهربا بكره وفوجئنا انه قعدت، هل ممكن لو رجع مش ده هيبقى مسار تساؤل وحاجه عليها علامات استفهام كبيره جدا. يا كابتن هاني انا على المستوى الشخصي كمتابع حزين للموقف بصفه عامه، وما كنتش حابب انه كابتن محمد فضل وهو راجل على خلق يعني انا اعرفه يعني ك يعني تابعت تغطيه الاهلي على فترات كبيره جدا من اللعيبه المميزين جدا، لكن ما كنتش اتمنى ان هو يصل الامر بيه انه يحط نفسه في هذا الموقف. كنت اتمنى ان يكون هو اذكى من كده، كنت اتمنى ان هو يعدي وتجاوز المرحله دي يبص حتى يعني مش عاوز اقول لعلاقته بالنادي الاهلي. اصل هيتجاوز كمان مرحله، هاخد الكلام للاستاذ سامي، هو التجاوز يعني الاستاذ محمود بيتكلم عليه هو تجاوز غير، اصل هو ما فيش مشكله حصلت عشان يتجاوزها هو. حتى يعني كهربا ما سلمش، هو يعني تخيل الموقف لو فعلا احنا مثلا واقفين صف او اللعيبه واقفه صف وجي مدير مسؤول او احد اعضاء مجلس اللجنه الخماسيه او اتحاد الكوره واللعيبه واقفه صف بيسلم واحد واحد فكهربا ما سلمش، الموضوع مختلف بشكل. دي احتفاليه وكهربا كان مشغول مثلا مع بنت مؤمن، و يعني من الذكاء كان عدى دول. هو يعني انا طبعا ما كانش حد هياخد باله اصلا من القصه يعني انا مش حوجد وبرر لكهربا انه ما سلمش، برضه ده شيء خارج اللياقه وانه لعيب دولي وكبير، لكن المساله اكبر من كده. يعني هي مساله ان انا كراجل محمد فضل كراجل له رصيد عمله اما كان ماسك بطوله الامم الافريقيه وحقق نجاح كبير، ومن هذه الثقه اختير للجنة الخماسيه اللي بتدير اصعب موسم في تاريخ الدوري المصري، فعمل رصيد لنفسه كويس جدا. كان لازم يكون هو على قمة الحدث الموجود فيه، بيمثل هو مش بيمثل نفسه، هو بيمثل اتحاد الكوره في احتفاليه كبيره في موسم صعب،
فازاي انا النهارده مع في حضور الكابتن محمود الخطيب والكابتن مؤمن زكريا اللي كلنا بندعوا له بالشفاء، فازاي هو كل ده حط نفسه في الحته الصغيره دي ان لعيب ما سلمش عليه فيروح عامل رد فعل يعني غير لائق، من الاخر يعني رد فعل غير لائق لا يجوز من محمد فضل كنجم كبير كده، خصوصا يعني هو مسؤول، هو ابن النادي الاهلي اساسا، يعني عنده 100 قناه و100 وسيله انه يعاتب كهربا بشكل اخر، بشكل شخصي بقى، بشكل شخصي حتى لو وصل رساله للكابتن الخطيب مثلا وهو في حضوره، يعني ده مثلا يعني عنده 100 وسيله اخرى غير هذا المنظر اللي كان عامل زي كرسي في الكلوب كده، يعني دي احتفاليه نهايه موسم والاهلي بيحتفل بالدرع، فيعني النهارده احنا بنتكلم في حدث صغير قد كده ونسينا الاحتفاليه الكبيره اللي هو كان المفروض يعني كل يعني الاعلام بيتكلم فيها، وطبعا انا مش بعتب على البرنامج لكن انا بقول يعني هو اللي اخذنا الحته دي، يعني فضل اخذنا الحته دي، وكان لا يعني ده لوم لازم اللوم يكون عليه، يعني انا يعني هو كمسؤول، انا النهارده اللعيب اللي خارج من الملعب ده بيبقى مشحون، يعني مش في تركيزه ولا في طبيعته ولا بيبقى مشحون بالفرح، مشحون بالجول اللي جابه، يعني طبيعي ان هو يعني ممكن تصرفاته تبقى مش في وقت اما يكون لابس بدلته في احتفاليه بسيطه او في فرح او في زياره عائليه، لكن يعني انا التمس بعض العذر لكهربا، لكن طبعا الكابتن فضل لا عذر له لان طبعا انا بعتبره كمسؤول، يعني هو اساء لنفسه قبل ما يسيء لاي حد، التصرف ما كانش اخطأ خطا كبير جدا، ورغم ان هو يعني احنا بنشوفه زي ما قال الاستاذ محمود ان هو قياده تجهز للمستقبل، يعني قياده رياضيه كرويه بتجهز للمستقبل، يعني وانا شخصيا يعني كنت متحمس له جدا يعني، لكن طبعا والاحداث خدتنا سيناريوهات غريبه، فضل كهربا يعتذر، كهربا ما اعتذرش، كهربا جوه المنتخب، كهربا بره المنتخب، يعني احنا بنروح يعني طب بمناسبه المنتخب واختيارات المنتخب هنتكلم عليها بالتفصيل طبعا، لكن كمان هنتكلم على موضوع كهربا بره المنتخب جوه المنتخب، انا بس عايز اقول ان الحدث نفسه خدنا طبعاً تفريعات كتيره جدا، صحيح احنا صحيح كنا في غنى عنها، صحيح احنا بنقول يا موسم شكرا مع السلامه يا موسم، وبنستعد لافريقيا، الاهلي بيستعد لافريقيا والزمالك بيستعد لافريقيا، فطبعا احنا يعني عندنا ومنتخبنا بيستعد لجولتين مهمين جدا في المشوار، خصوصا ان هو ترتيبه يعني مش قد كده في المجموعه بتاعته، فيعني احنا ليه خرجنا في الحكايه دي، وكمان هو الاحداث علمت شويه على يعني اللجنه الخماسيه نفسها طبعا، ما يعني هو بيمثل اللجنه الخماسيه بشكل او باخر يعني، وما حدث بعد ذلك يعني الكهرباء اعتذر ولا ما اعتذرش، البيان اللي صدر دي هنجلها بالتفاصيل شويه، دي هيتعرض لان في بيان ظهر وبعدين البيان اختفى فكلها دي علامه استفهام من ضمن علامات الاستفهام، وهنشوف ده من خلال التقرير ان بعض علامات الاستفهام على اختيارات الكابتن حسام البدري لقائمه المنتخب لمباراتي اللي جايين، مباراه طبعا توجو ذهابا وايابا، نشوف هذا التقرير عن علامات استفهام لاختيارات الكابتن حسام البدري. سيطرت العديد من علامات الاستفهام على اختيارات حسام البدري لقائمه المنتخب الوطني الاول لكره القدم الذي يستعد لمواجهة منتخب توجو يومي 14 و17 من نوفمبر الحالي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم القادمة بالكاميرون. وقام حسام البدري المدير الفني للمنتخب بضم رمضان صبحي الذي لم يشارك في أي مباراة رسمية أو حتى في التدريبات منذ عام بعد تعرضه للإصابة في ديسمبر من العام الماضي، في الوقت الذي قام فيه البدري باستبعاد محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي والذي تألق بشدة خلال الفترة الماضية، كما تم استبعاد أحمد فتحي صاحب المستوى الثابت على خلفية أزمة إشارة الكابتن التي وعد بها محمد صلاح.
وشهدت اختيارات البدري 6 لاعبين من الأهلي هم محمد الشناوي وأيمن أشرف وعمرو السلية ومحمد هاني ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي، بالإضافة إلى محمد شريف العائد للقلعة الحمراء بعد انتهاء فترة إعارته لإمبي، وأكرم توفيق بعد انتهاء فترة إعارته للجونة، بالإضافة لطاهر محمد طاهر المنضم حديثا من المقاولون العرب، بينما تم استبعاد حسين الشحات بعدما أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب تحت إشراف طبيب المنتخب الوطني استمرار إصابته بشد في العضلة الخلفية. وشهدت القائمة المبدئية لمعسكر الفراعنة المفتوح تواجد كل من محمد بسام من طلائع الجيش، حسام حسن وأحمد أبو الفتوح من سموحة، محمد أبو جبل وأحمد سيد زيزو وطارق حامد ومحمود علاء من الزمالك، والمهدي سليمان وعبد الله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي وأحمد توفيق ورمضان صبحي من بيراميدز. وتنطلق غدا المرحلة الأولى من برنامج إعداد المنتخب لمباراتي توجو، وهي المرحلة التي يشارك فيها جميع اللاعبين المحليين المختارين باستثناء لاعبي الزمالك لارتباطهم بمباراة فريقهم أمام الرجاء المغربي بإياب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تنطلق مرحلة الإعداد الثانية يوم 9 نوفمبر الحالي بمشاركة جميع اللاعبين المحليين والمحترفين. واستقر الجهاز الفني للمنتخب على أن تقام التدريبات خلال المعسكر أيام 3، 4، 5، و6 من نوفمبر الجاري على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، على أن يحصل اللاعبون على راحة يومي 7 و8 من نفس الشهر، ثم يبدأ الفراعنة معسكرهم المغلق بداية من يوم 9 نوفمبر، وتقام التدريبات على استاد القاهرة الذي سيستضيف مباراة توجو الأولى يوم 14 من نفس الشهر. نرجع مع حضراتكم مرة تانية، وطبعا زي ما انتم عارفين اختيارات، ودايما الاختيارات بنتكلم خاصة لمنتخب مصر بالذات، ويمكن انا مريت بالتجربة ديت، بيكون اي اختيارات بيكون عليها علامات استفهام ايا كانت القائمة، اكيد بيطلع الناس اللي شايفة ان دي قائمة ايجابية او سلبية، او في بعض الناس من خلال تحليلاتها ده كان يستحق يروح ده ما يستحقش، وانا على المستوى الشخصي مريت بالتجربة ديت، ف في اكيد في حسابات معينه في الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري هي القادره على تحديد مواقف اللاعبين بشكل كويس، لكن احنا بطرح على حضرات كل الاسئله اللي بتدار في الشارع المصري واختيارات الكابتن حسام من خلال طبعا التقرير اللي احنا شفناه. هو انا مشفق على الكابتن حسام بامانه شديده، يعني هو متولي المسؤوليه في وقت صعب جدا عليه، منتخب نتائج متراجعه، شايف الظروف، مباريات بدون جمهور، ايضا الموسم متلاحم صعب جدا، هو بيحاول يم يعني ربنا يعني يصرف في الماتشين الجايين دول، لانه دول هيحسموا بشكل كبير التاهل لامم افريقيا في الكاميرون ان شاء الله. الاختيارات هو المسؤول عنها، لكن هو السؤال الدائر حول استبعاد كهرباء هو مطلوب منه هو توضيح، يعني هو لازم يطلع يتكلم يقول ها ووضح ودافع عن مكانه وعن نفسه، واعتقد انا حسام من شخصيته هيرفض انه مثلا الجزئيه، لكن الكلام اللي مبني كله على انه في اتصال تم مع اللاعب سواء من هو او من كابتن محمد بركات، وفوجئ الجميع بقرار استبعاد هذا القرار، يعني مش عايز اقول مساله تفسير وعدم تفسير، هذا القرار باستبعاد هذا حق للجهاز الفني المنتخب، ولا يملك احد انه يتدخل فيه. ممكن يطلع يقول لك انا اصلا ما قلتش مش في اختياراتي وما كانش يعني كهرباء مطروح بالنسبه لي، ماشي خلاص ده كلام يحترم، لكن لو كانت يعني المعلومات اللي صادره والكلام اللي اتقال فعلا وكان موجود وتم استبعاده، ده هيبقى فيه علامه استفهام كبيره جدا، وده يؤكد ان اداره المنتخب فيها مشكله في الحاله دي، وان هناك من يتدخل في السماح بضم فلان، ويعني وماشيين على نفس الايه على نفس الوتيره اللي تمت حتى ومشاهدتها يمكن اخر بطوله كبيره سنه كاس العالم 2018، القائمه النهائيه تم فيها مجامله 1 و2 و3، وده بقى نقدر نحكي فيه ونتكلم فيه كتير، لكن اللي انا شايفه انه الفتره دي والوقت الحالي عدم برضو التساؤل، مش كهربا بس برضو عليه عامل استفهام، برضو في احمد فتحي عامل نهي موسم بشكل كبير جدا،
برضو يعني استبعاده برضو غريب، يعني لعيب كبير، لعيب خبره، لعيب متمن. انت بتدور على الحاجات اللي انت بتحافظ عليها، اللي بتدي دعم حتى لعناصر الشباب. برضو ده من الحاجات اللي محتاجه انها تتفسر. انت ممكن تفاجئ دلوقتي النهارده او بكره مثلا بسبب الظروف الاغلاق اللي ممكن تتم في انجلترا، منه ممكن محترفينك مثلا او في اي دوله تانية محترفينك ما يعرفوش يقولك، هيبقى متوقع. يعني متوقع ممكن صلاح ما يعرفش يجي، متوقع ان النوني ما يعرفش يجي، متوقع يعني اكتر من حد. فانا عاوز اقول انه موقف كهربا محتاج تفسير، محتاج توضيح بالنسبه لكهربا وبالنسبه لاحمد فتحي. استاذ سامي شايف القايمه ازاي؟ الاستاذ محمود اتكلم على كهربا واحمد فتحي، حضرتك شايف بعض الاسماء الاخرى اللي ممكن يكون عليها علامه استفهام؟ لا طبعا، طبعا مجمل طبعا على رمضان صبح تحديدا، يعني لعيب غايب عن الملاعب طول هذه الفتره تقريبا داخل على سنه، مش مستقر في تدريباته، يعني باي اماره يعني، يعني كان المباريات ما لعبش مباريات من 2019، ما لعبش مباريات، فباي اماره ان هو يبقى جوه المنتخب في هذا التوقيت. يعني احنا يعني انا اتمنى، انا طبعا الكابتن حسام بدري من المدربين المميزين جدا، ومعاه كابتن بركات، بنتمنى لهذا الجهاز النجاح اكيد. بس طبعا كمان ما يصيرش حوالين نفسه تساؤلات بهذه الصوره. يعني رمضان صبحي ايا كانت خبرته ودوره المميز جدا مع المنتخب الاولمبي في تاهل دوره طوكيو، لكن ابتعاده عن الملاعب فتره طويله بالشكل ده مش كويس. يعني هو طبعا ربما يرجع بعد ذلك مع بيراميدز ويبقى يعني له رقم مهم قوي جوه المنتخب، بس مش في الوقت الحالي. يعني احنا في الوقت احنا عندنا التصفيات موقفنا فيها يعني مش قد كده، جزر القمر يعني بتتصدر المجموعه. صحيح، احنا عندنا نقطتين من ماتشين باربع نقاط، وبعدين كينيا ومصر ونقطتين وتوجو نقطه، فطبعا عندنا ست نقاط في ماتشين. نتمنى ان احنا يعني نكسر يعني صعوبة الموقف، صعوبة الموقف وتكرار التعادلات دي في الماتشين دول، ويكون فعلا رصيد ست اهداف يخش لثمانية ان شاء الله. ست نقاط ست نقاط مع النقاط في نقطتين في رصيد منتخب مصر، فعشان الجولة الجاية مش هتبقى سهلة. يعني صحيح، احنا كنا يعني جزر القمر يعني بالتحديد يعني كنا يعني مستهينين بيها شوية، فوجدناها فرقة لا يستهان بها. طبعا عايزين اولا نشفي منتخب مصر من هذه المشاكل الصغيرة اللي ظهرت فجأة في بعض الاختيارات، زي ما قال الاستاذ محمود مثلا كابتن احمد فتحي تحديدا، انا شايفه ان هو وجوده مهم جدا في هذه المرحله. برضه رمضان صبحي ما كانش وقته خالص يجهز، حد ما يجهز ويبقى جاهز، لان دي امانه لمنتخب مصر. فطبعا مع ذلك نتمنى التوفيق لمنتخبنا في الفتره الجايه، وان مشكله كهربا دي ما يكونش لها اي علاقه بالمنتخب، يعني ده علشان الجهاز نفسه، جهاز منتخب مصر، استقرار الجهاز والدوشه اللي ممكن تحصل. يعني احنا مش ممكن نقبل ان لعيب يدخل ويخرج، ولا يخرج ويدخل عشان مغضوب عليه من شخص ما، لا دي مرفوضه. يعني للكابتن حسام البدري كل الصلاحيه في اختيار من يختاره، حته فنيه بحته بحته، حتى لو جاب يعني ناشئين من تحت 20 سنه من حقه. فطبعا يعني مع الاحداث اللي حصلت 48 ساعه اللي فاتوا دول، يدخل كهربا ويخرج، يعني ده شيء برضو ده لو حصل هتبقى مشكله. يعني هو بنقول طبعا يعني محتاجه تفسير شويه، محتاجه تفسير. انا يعني مش عارف الكابتن حسام يحلها ازاي بصراحه، لان هي طبعا روج ان كهربا موجود وبعدين فجاه خرج، وبعدين بيتقال من ساعات انه ممكن يكون يرجع. حتى لو رجع برضه دي دخل وخرج ليه؟ يعني عشان ايه؟ الواقعة بتاعت فضل دي لازم تنفصل تماما عن منتخب مصر، الا اذا كان موقع عليه عقوبة. ده مشكلة، الا اذا كان موقع عليه عقوبة ما، يعني او ما هو هل كان من المتوقع مثلا ان هيبقى في عقوبة وبالتالي مش هي يعني طب كذا سيناريو طبعا مش عايزين احنا نحلله، لان دوت في يعني
عندي يمكن اللجنه الخماسيه او محمد فضل او كابتن حسام البدري، لكن في اسم تاني عليه علامه استفهام بالنسبه لي انا، تالق مروان محسن الفتره اللي فاتت وعدم اختياره في المنتخب. ممكن اه لا ممكن. يعني انا عاوز اقول لك على حاجه، كان واضح من مساله اللي هي ترتيب المهاجمين اللي اترمى على السوشيال ميديا، واحد واثنين وثلاثة وأربعة، اللي هو اترمى كوكا واحد، مصطفى محمد اثنين، وحسام حسن ثلاثة، حسام حسن ثلاثة، مثلا مروان محسن عشان ملوش ظهر يدافع عنه. بس هو ما بيتاخدش بالظهر، بيتاخد في مستوى، لا في حاجات بتتاخد بالظهر دلوقتي. اللي انا شايفه انه حتى من الرؤيه ان انا شايف واحد تبدل حاله الى الافضل، تحسن مستواه الى الاقوى. انت صبرت عليه الفتره اللي فاتت وكانت الناس كلها رغم الانتقاد بامانه شديده وتحمل انتقاد كبير جدا كابتن حسام، ويعني من الحاجات المميزه انه لما المدرب لما يكون عنده شخصيه بيبقى عارف عنده منطقه ورؤيته وتحليله اللي يقدر يرد بيه على اي حد. اصل مش هينفع انك انت تقعد تستمع ويدار الامر من خلال المنصات عشان نغير ده بنحبه ده بنكرهه، لا مش هينفع، مش في صالح اي فريق او صالح المنتخب في حد ذاته. لكن هو ده تحدي جديد لمروان محسن رغم قرار الاستبعاد وقرار خروجه من يعني قائمه المنتخب، برضه من التحديات اللي تضاف لمروان في الفتره اللي جايه انه يصر ويدافع عن نفسه ولا ييأس ولا يستسلم في هذه اللحظه ولا يستمع لدعوات الاحباط انك انت خلاص خارج، لا انت بامكانك تكون وهتكون المهاجم رقم واحد في مصر رغم الحملات ورغم حملات التشويه اللي تعرض لها الفتره اللي فاتت، الا انه قدر من خلال مدير فني عارف يحتويه، عارف يطلع كل الامكانيات وهيكون لي واداله الثقه، هيكون عنده شكل مختلف. هل في الحاله دي انا اقدر مثلا الوم على حسام بدري؟ لا، حسام بدري ده فرصه في وقت تنكر الكثيرين وشافوا وتطاولوا وقتها على امكانيات مروان وسخريه من المدربين ومن البعض. ده لما كان ماسك النادي الاهلي حضرتك بتتكلم؟ لا انا بتكلم حتى لما كان حتى المنتخب في الفتره الماتشين الاولانيين حتى في المنتخب. في الفتره كان مروان، كان مروان جزر كان مروان قال عليك، لكن كان مصر الكابتن حسام على وجوده وعلى استمراره. في الفتره دي ربما تكون للكابتن حسام وجهه نظر اخرى، ربما يكون عنده رأي تاني، ربما المرحلة دي شايف ان هو عنده ثلاثة شايفهم وهو من وجهة نظره من خلال المتابعين متابعته انه شايف هم ثلاثة مش قادر ياخد اكتر من ثلاث مهاجمين، نحترم هذا القرار ونقول لمروان انك انت عندك الفرصة، عندك القدرة انك انت ترد، عندك ماتش فاينل مهم جدا بإذن الله يوم 27 دوري ابطال افريقيا، عندك موسم هيبدأ، عندك مباريات كاس، عندك حاجات كتير جدا، لسه المنتخب مشوار طويل، دول مباراتين مهمتين لسه بقى تكملة باقي التصفيات، ما تفقدش الامل، انت يعني لازم تكون جاهز، لازم تدافع ولازم ترد في الملعب مش اكتر. مروان طبعا بيشتغل على نفسه بشكل كويس طبعًا. وممكن يكون برضه يكون في وجهه نظر فنيه للكابتن. طبعا شايف ان مروان كويس، ممكن ادي فرصه لحسام حسن بقى له فتره غايب، فممكن يخش فيكسب اثنين روس حربه. ممكن في تنسيق كمان مع الكابتن شوقي غريب، لان في بعض العناصر مصطفى محمد وبعض اللعيبه المنتخب الاولمبي كان كمان مرشحين للمنتخب الاول. طيب باختصار استاذ سامي، شايف مباراتين بتوع توجو دول يعني شايفهم ازاي من الناحيه الفنيه واهميتهم كمان في مشوار البطوله؟ لا هو لهم اهميه كبيره جدا، يعني النهارده لو يعني اي نقطه ضايع في بتتكلم على مكسب يعني ما فيهاش كلام، في ذهابا وايابا يعني يعني هو صحيح في اربع ايام 14 و17 نوفمبر، فطبعا يعني لازم يكون في شحنه معنويه عاليه جدا داخل المنتخب لاستهداف الست نقاط، يعني ما فيهاش كلام يعني. وطبعا تصفيه المنتخب تماما من كل المشكلات الصغيره اللي حصلت والغيامات اللي حصلت في ال 24 ساعه اللي فاتوا دول، عشان يكون يعني التصفيات كده هتهرب منك، هتحطك في حته مش كويسه، يعني هتضطر في بعد كده هتلعب بره و يعني هتضطر تحط من نفسك في موقف صعب، صعب جدا بتلعب كل مباراه كؤوس لازم تكسبها كلها يعني. لا فيعني اخلص من التصفيات دي، المجموعه سهله على فكره طبعا، المجموعه تعتبر سهله، فيعني بالنسبه لمنتخب مصر سهله، فطبعا يعني من ادبيات المنافسه ان احنا نبقى في صداره المجموعه ونضمن التاهل بدري جدا.
لان طبعا انا يعني احنا بنتكلم في تصفيات بس انا عايز اتكلم في حاجه اكثر من التصفيات. احنا في بطوله كاس الامم الافريقيه اللي فاتت اللي نظمناها في مصر طلعنا من الدور الاول، بس مش بنفكر بقى في ان احنا نوصل الكاميرون بس، لا احنا لازم نفكر في اللقب يعني صحيح. لازم من دلوقتي نفكر في اللقب ويكون دي يعني لغه الخطاب من حسام البدري للاعيبته. يعني التصفيات دي يعني لازم نخلص عليها بدري بدري ونفكر في اللقب، لان يعني ونستعيد لمنتخب مصر هيبته اللي اتهزت في استاد القاهره. وانا زعلان على فكره من ساعتها، يعني زعلان جدا على منتخبنا انه يعني بكل قيمته دي وكل قوته يعني خرج من الدور الاول رغم التنظيم الرائع اللي كان موجود. فطبعا لازم احنا ما نتكلمش بس في ماتشين توجو ولا جزر القمر ولا يعني دايما لازم مرشح للقب، لازم نلعب عليه صحيح، لازم نلعب عليه من دلوقتي. فطبعا اتمنى يعني كمان لاعبتنا المحترفين بره يكونوا دعم قوي جدا وسند كويس لمنتخبنا، كابتن صلاح والنني وتريزيجيه وكوكا ومين تاني؟ وحجازي. وحجازي بعد انتقاله طبعا خلاص دلوقتي خلاص جالك على اتحاد جده بقى برضه ماتش هايل. شفت ازاي يعني انتقال حجازي في اللحظات الاخيره من الترانسفير وكان في طبعا حجازي رايح مش رايح، واول ما راح كان عنده مباراه كبيره كمان ديربي جده اهلي عمل شكل كويس. شايف ازاي انتقال صلاح حجازي على سبيل الاعاره طبعا مع نيه الشراء لنادي الاتحاد السعودي؟ فكرت كتير انا لا انا ما كنتش مع كامل احترامي يعني للدوري السعودي وقوته والامكانيات اللي فيه، وانت عارف هناك الوضع مفتوح تماما للمحترفين وفي شغل كبير جدا بشكل لكن لا يقارن بالبريمير. لكن انا كنت اتمنى ان حجازي يكمل مسيرته، لان من وجهه نظري مع يعني مساله الماديات والفلوس يا جماعه محتاجه التفكير فيها، ان مش كل حاجه بالنسبه للاعب الكره جزئيه، انك انت كمان تعمل على المستوى الادبي والمعنوي القيمه الفنيه والمعنويه الكبيره ووجودك في دوري كبير زي الدوري الانجليزي ده بيساهم وبيحطك في يعني ايه في منطقه ثانيه خالص. كمان ممكن يبقى عندك طموحك انك تروح فريق افضل، يعني ايه تنتقل ما بين الانديه للمستوى اللي انت عايزه، ده كله ده بيعلي من السعر ومن القيمه. قراره هو حر فيه وهو لا مسؤول. لا بس خليني اكد من خلال يعني انا معلوماتي ويعني انا يعني على تقارب من حجازي، هو حجازي ما كانش يعني طبعا بيحترم نادي طبعا الاتحاد السعودي والدوري السعودي، لكن للحظات الاخيره هو كان عايز يكمل في البريمير ليج وعايز يكمل مع النادي. كان في مناقشه بينه وبين المدير الفني، والمدير الفني يعني قال له اه طبعا انا محتاجك كنت لعيب كويس، الاداره فوق شويه او على مستوى الاداره قال احتمال كبير ما يكونش في استعانه بيك في هذا الموسم بشكل كبير. وبالتالي انا في اعتقادي ان حجازي بيهمه بالمقام الاول الملعب انه يلعب. هو حسبها تباعد في ويست بروميدج وما لعبش مثلا، او العب خمس ست ماتشات ولا اروح نادي برضو دوري لا يقارن بالبريمير ليج لكن بلعب ورجلي في الملعب والمقابل المادي اه هيكون كمان اعلى. فهي حسبه مش على مستوى ان حجازي اختار بس الفلوس، لا انا عارف ان هياخد فلوس اكتر اكيد نعم. لكن على اللي انا وصلني ان حجازي يعني من خلال رؤيته الفنيه او الاداره قالت هو إن ممكن مش هو في كلام اتقال عن المدير الفني بتاعه ان هو كان رافض لمساله ترك حجازي وانه المساله القرار صدر، حتى يعني في تصريحات لي تم نشرها انه لام على اداره النادي انها فرطت فيه وتركته من غير يعني الكلام اللي قاله من غير هو ما يعرف او من غير هو ما يتم اخذ رايه، وانه ده من اللعيبه اللي كان بالنسبه له اساسيين. ده برضو يدل على طريقه التعامل. انا بتكلم يعني من وجهه نظري انه حجازي اذا كان تم الموضوع بهذه الصوره فهو هنا يعني هو مش صاحب قرار، هم خلاص يعني او بلغوا رجليه في الملعب بلغوا بلغوا وجوده في الدوري السعودي، ده شك الدوري السعودي كبير. لكن انا بتكلم عن ايه، انا عدد المحترفين عندي في تآكل وتناقص، أرضية المحترفين تآكلت حتى وصلت إلى وضع خمس لاعبين، بعد ما كان عندنا الأمل إن احنا ندخل في مرحلة ال 30 وال 40 وقفنا ما قدمناش حد جديد. دي برضو من الحاجات اللي اتكلمت فيها مع حضرتك إنك أنت محتاج صحيح. على مستوى القاعدة والفن والكرة المصرية إنك أنت تفكر إنك أنت تزود القاعدة. لما أنا قلت لك إنه في تقرير نشرته مجلة فرنسية السنة دي قبل أزمة كورونا قالت إنه مثلا تتصدر نيجيريا والكاميرون والسنغال في يعني دافع بوجوه شابه الى اوروبا، بلغت النيجيريا 300 لاعب، السنغال 200، مش عارف 100،
المغرب اخر في الترتيب، اخر قدمت مثلا 20، مصر صفر، لم تقدم شيء في التقرير اللي مكتوم ونشر من كافه الجوانب. انا بتكلم على انه لما يبقى عندي حجاز موجود وعندي مشكله في الدفاع زي ما انت شايف، يعني عندنا مشكله برضو في الكره المصريه، برضو مشكله العدد، قله المدافعين الموهوبين اللي هم تمرسوا وعندهم الخبرات، هو عليه انه هو يدافع عن نفسه. اكيد طبعا الاداره طبعا هي اللي تملك حق تصرفه، واخذ درس الموضوع على المستوى الاحترافي، درس الموضوع زي ما هو شاف. نتمنى له التوفيق، نتمنى له ان هو ما يقفش عند النقطه دي، نتمنى ان هو يعود مره اخرى، ده برضو هيكون في صالح المنتخب. احنا شفنا كمان يا استاذ سامي انني بيحمل شاره الارسنال في مباراه في اليوروبا ليج، يعني ده كمان بيدي احنا عندنا، ولما بيكون لاعبتنا على مستوى عالي، نني خلال السنتين اللي فاتوا برضو بعض الانتقادات على اداءه بيرجع البريمير ليج باداء ولا اروع تاني. ارتيتا المدير الفني بيديله الثقه وبيديله وهو كمان بيظهر في المباراه الاخيره امام مانشستر يونايتد بشكل اكتر من رائع وبيكسبه بره الارض، فده كمان اعتقد على مستوى المعنويات النني كمان هيضيف شيء جيد كمان لكابتن حسام يعني البدري. اللقطات اللي اسعدتني جدا جدا ان هو يكون النني يعني اول لاعب مصري يحمل شاره القياده في الدوري الانجليزي، حاجه رائعه جدا وتاريخيه، وتضاف لرصيد هذا النجم الصبور جدا. يعني انا يعني في الموسم قبل الماضي انا حسيت ان هو في حاله تراجع، يعني هو لما قدر ان هو يعود تاني مره تانيه وياخد ثقه كبيره جدا في نفسه وفي المسؤولين في النادي. طبعا هو طبعا يعني احمد المحمدي اعتقد برضه مع نادي كان حمل شرط الكابتنه، لكن على مستوى اسم كبير زي الارسنال بنتكلم ان مش قليل محمدي برضه مع فطبعا يعني ده كان كابتن الفرقه في وقت من الاوقات يعني. لابد ان يكون يعني وجود النني ده شيء يعني يساوي شيء كثير جدا للاعبتنا، ان هو يبقى عند زي صلاح عندها طموح ان هي يعني زي ما قال الاستاذ محمود، ليه احنا محدودين جدا في يعني التواجد الخارجي، يعني التواجد الخارجي في الدوريات الاوروبيه قويه محدودين جدا، دي هل نتيجه ان ثقافه اللاعب المصري، يعني هو اثار موضوع الحقيقه غايه الاهميه، هل ثقافه اللاعب المصري فعلا مش متوافقه مع جو الاحتراف الاوروبي، ولا ان انديتنا بتحط عوائق كثيره جدا امام تحركاتهم وانطلاقهم بشكل مبكر؟ يعني بشكل طبعا في رغم ان في اكاديميات دلوقتي بتدعي، انا شخصيا بشوفها انها بتدعي ان هي متواصله مع انديات اوروبيه على مستوى الاكاديميات وليس على مستوى الاحتراف، يعني انديه البروفيشنال تمهيدا للتسويق فيما بعد. انا ما شفتش نتيجه بالكلام ده، فطبعا انا برضو برجع لاقول انني يعني سعداء بك انني ان انت وصلت لهذا المستوى ولسه قدامك كتير جدا. منتخب مصر محتاجك في الفتره الجايه، عندنا تصفيات كاس امم افريقيا وتصفيات كاس عالم، وعندنا لقب بننافس عايزين ننافس عليه، وعندنا بطاقه كاس عالم قادمه ان شاء الله نبقى فيها المره البطوله الجايه ان شاء الله. فطبعا نينو امثاله كابتن وصلاح مشرفين جدا. تريزيجيه طبعا مش عايزين ننساه، كل تريزيجيه طبعا انا شخصيا مستمتعين دايما بادائه، يعني رغم ان هو يعني مش واخد حقه اعلاميا قدر الامكان بالقدر اللي هو يعني يليق به، لكن طبعا كثر تنقلاته في الانديه المحطات الاوروبيه دي، المحطات الاوروبيه المختلفه بيظلمه شويه، انما طبعا هو كان ممكن لو قدر يركز في مكان لفتره طويله 3-4 مواسم هيعمل شعبيه. اتاخر شويه في الانتقال للبريمير ليج، وكان الفترات بتاعه تركيا وبعض الانديه اللي هي الوسط كان ممكن جدا يحقق نتائج بدري شويه ويبقى يعني رصيده اكبر، يعني رصيد شعبي في الدوري اللي هو بيلعب فيه، وان شاء الله نتمنى لهم كلهم التوفيق. طبعا نتمنى التوفيق، طبعا احنا عندنا مشوار طويل خلال منتخبنا دلوقتي، هو السكه اللي قدامنا طبعا كلنا كاهلاويه بنفكر يوم 27، لكن كمان خلال دوت بنفكر في منتخبنا، ربنا يوفقهم طبعا وكل لعبتنا المحترفه ان شاء الله تعمل اداء جيد ونوصل باذن الله ونعمل بشكل افضل. ربنا يبعد عنهم الاصابات ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى، يعني ما المنتخب محتاج الناس تلتف حواليه بعيد عن الكلام اللي بيحصل ده كله، لانه هدف اكبر. المنتخب هو المرآة اللي بتدي فرصه للعيبه الناس تشوفها بره، فاعتقد انه منتخب مصر بيمر بمرحله صعبه ومرحله انتقاليه مهمه جدا، لانه كل النتائج اللي احنا بنعمله ده مشاركه في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه والكلام ده كله هدفه هو منتخب قوي بكل تواجد بصوره واضحه. واحنا يعني اللي انا عاوز اقول لك ايه، ما
من بعد 2018 لا بعد كاس العالم كاس العالم وكاس العالم من قبل بعد ما مصر تصدرت يعني الكره الافريقيه على مدار 3 دورات صحيح. نفسنا نشوف منتخب مصر ان شاء الله على منصه التتويج مره اخرى عندنا كل الثقه طبعا في الكابتن حسام وجهازه الفني طبعا وربنا يوفقهم لان المهمه مش سهله لكن احنا دايما في ظهرهم ان شاء الله باذن الله. استاذ سامي بنشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدكم معنا وان شاء الله لينا لقاءات ثانيه في البيت الكبير. فاصل وبعد الفاصل الكابتن الكبير محمد حشيش. تاني فقراتنا الحواريه النهارده مع واحد من نجوم الساحره المستديره اللي بيشرفونا بقوا دلوقتي خلاص في البيت الكبير باستمرار متميز زي ما حضراتكم عارفين في الموهبه في الاخلاق شخصيه اهلاويه يعني ما فيش اتنين يختلفوا عليها ومشرفنا النهارده في البيت الكبير كابتن محمد حشيش اللي برحب بيه نور البيت كالعاده. شكرا يا سام ازيك كابتن محمد ازي حضرتك الله يخليك اخبارك ايه كله تمام الحمد لله كله تمام منورنا وبنسعد دايما ان حضرتك تكون موجود معانا ربنا يخليك ربنا يخليك كابتن محمد لو ابتدينا كده من المشكله المثاره يمكن احنا كنا من دلوقتي بنتكلم تحت الهواء اللي هي الازمه اللي اثرها كابتن محمد فضل المسؤول في اللجنه الخماسيه اللي بتدير الكوره المصريه في مصر مع لاعب في فريق النادي الاهلي كان تعليقك عليها ايه بس عايزه الناس تسمعه اللي احنا يعني اللي احنا سمعناه تحت الهواء ده برضو الناس تسمعه يعني انا شايف الموضوع خد يعني حيز كبير قوي وحصل مشكله من لا شيء نعم يعني ده احتفال وحتى لو في بروتوكول معين حتى لتسليم الدرع او الاحتفاليه بيبقى في تجاوزات مع الفرحه كتيره تجاوزات في ان واحد لعيب يقف هنا لعيب يقف هنا واحد يقعد على الارض واحد ينام يتصور واحد يمسك فانا مش عارف القصه يعني بدات ليه بالشكل ده وخدت المنحنى ده وبعدين اعتقد ان انا يعني كنت فاكر الموضوع وقف عند موقف حصل وارد بين اي حد في الملعب خلاص هينتهي ففوجئت ان حصل بقى تطورات وابتدى يبقى فيه مذكره للجنه الانضباط وكده فبالتالي كان لازم النادي الاهلي طبعا يرد لان احنا يعني النادي الاهلي الناس كلها شافت ان ما فيش خطا في الجانب الاهلاوي او جانب كهربا اللعيب ماسك ابن واحد زميله بيحتفلوا بيه يعني احتفالهم انا شايف احتفالهم بمؤمن كان احتفالهم يعني اكتر من احتفالهم بالدرع يعني انت فاهم ازاي وبعدين شفنا كمان اللعيبه على مدار الماتشات كلها الاخيره كانوا بعد اي جون واي احتفال بيعملوا الحركه بتاعت مؤمن وما صدقوا ان الراجل بقى جه ومعاه مراته ومعاه ابنه في احتفاليه كبيره دي اللي هي بيهدوا له كلهم طبعا يعني الدرع وكان عريس الاحتفال فاعتقد ان ممكن يكون فضل يعني جنبه التوفيق في حاجه زي دي بس اعتقد الموضوع يعني المواضيع هتعدي لان برضه فضل ابن النادي الاهلي وراجل بينتمي اساسا برضه للنادي الاهلي صحيح هو دلوقتي بيمثل طبعا اللجنه الخماسيه كان لازم يبقى فيه يعني تصرف يوازي الحته دي ان هو مكانه في اللجنه الخماسيه بقى بعيد عن اي حاجه يعني انما اعتقد ان شاء الله ان الموضوع هيعدي والامور هتمشي يعني هو كان موقف زي ما انت قلت ان شاء الله الامور هتعدي ما يعني الدنيا ما بتقفش على حاجه لكن بتبقى في اجزاء كده في حياتنا بتبقى فيها نوع من انواع الاختبارات شويه نوع من انواع التقييم مواقف بتبين وبيكون لها دلاله بشيء معين وحضرتك اتكلمت في نقطه ان كان الموضوع كان ممكن يعدي سهل جدا خاصه ان الجزء الاولاني ممكن ما يكونش حد خد باله في اللقطه الاولى ان مثلا كهربا فرحان ومركز مع مؤمن يعني بالزبط. كلهم الحقيقه كانوا مركزين بالظبط فهي طب انا هقول لك على حاجه عمل الحدث بصراحة. طب انا هقول لك على طب اللي عمل الحدث انا هقول لك على حاجه احنا متعودين في العادي نزول الكابتن خطيب في اي حته الناس بص بتنسى اي احتفاليه وبتروح له حقيقي المره دي تحس ان كل الناس على مؤمن يعني حتى الكابتن الخطيب نفسه على مؤمن فرحان بيه فرحان بيه فكله مركز من اول ما دخل يا كابتن حتى الاستاد من اول ما دخل الاستاد احنا شايفين السيلفي مع اعضاء مجلس الاداره والناس كلهم الناس اللي قعدت هتفت يعني متعاطفين ومهتمين والاحتفال تحسي والله انا حسيت ان الاحتفال ده مش احتفال الدرع الدوري احنا واخدين الدرع من الدور الاولاني صحيح انت فاهمه ازاي انما هو الاحتفال الاساسي كان بمؤمن فما كانش يعني ينفع المشكله تبقى حاجه تخص مؤمن فكره التخبط النهارده في اتحاد الكوره او اللجنه الخماسيه فيما يتعلق بضم كهربا من عدمه
أنا مش عايزة أسأل هنا، عايزة أسأل في فكرة هل كهربا نفسه على المستوى الفني لا يصلح إن حسام البدري يضمه للمنتخب؟ كهربا أولا عضو في منتخب مصر بقى له فترة كبيرة خلال السنين اللي فاتت وكاس العالم والراجل حصلت له إصابة خلال الفترة اللي فاتت زي ناس كتير تم اختيارهم فيعني ما كانوش بيلعبوا من غير إصابة بالضبط كده وهو رجع وشفناه يعني أنا ما شفتش كهربا فايق قوي كده زي الماتش اللي فات حقيقه ايوه بيبان احنا كلعيبه بنبقى عارفين من الباص من الحركه من الخفيه كان فايق بالعكس ده لو كان في تفكير قبل الماتش الاخير ده ما يبقاش بعد الماتش ده انت لما ظهر بمستوى كويس وبعدين في لعيبه انت مش لسه هتجربيها في منتخب مصر مظبوط يعني مش لسه راح يعني يبقى تم انضمامه للمنتخب عشان اجربه اشوفه لا الراجل له باع كبير عنده خبرات كبيرة لعب بره وصل لمرحلة ان انت شفته فايق مظبوط فما فيش حاجة اسمها اخده ولا ماخدوش يعني في عناصر كده مسمى زي مثلا صلاح مثلا يبقى فترة مثلا مش فايق أيوه. ينفع ما تاخدش منتخب مصر او خارج مثلا من يعني في ناس خلاص طبيعي. حفرت اسمها في الحتة دي ووجودها مهم ومن العناصر الأساسية فأوتوماتيك مجرد ما احس الحالة الوحيدة بس لو لك قدر كانت لسه الاصابه موجوده كان هنقول الفتره قليله وما ينفعش طيب احنا نطلع مع حضرتك فاصل سريع جدا بعد الفاصل لسه مستمرين مع حضراتكم في البيت الكيش كنا بنتناقش يمكن قبل الفاصل على الاحداث الاخيره والاجواء والمشاكل اللي حصلت او الازمه اللي حصلت ما بين محمد فضل وكهربا وكان اعتقد كان في النهارده يعني جلسه في اتحاد الكوره للم الامور بشكل او باخر برضو شايف الامور ممكن تدار او الفتره اللي جايه ممكن يكون فيها ايه يعني انا اعتقد طبعا هو زي ما قلت قبل كده ان الموضوع ده يعني كان وليد الصدفه صدفه يعني موقف حصل يعني ممكن يحصل في اي احتفال او موقف النهارده اكيد طبعا الاجتماع كان فيه شيء من الحميميه لان طبعا فضل زي ما قلت بينتمي للنادي الاهلي ويعني هو طول عمره كلاعب كان لعيب محترم وبعد ما يعني خلص واتجه للعمل الإداري شخصية مشرفة وجهة مشرفة لأنه برضه هو في الأول في الآخر هو ينتمي للنادي الأهلي أعتقد أن الموضوع هيبقى يعني خلال الفترة اللي جاية دي خلاص هي موضوع وحصل والأمور يعني هتهدى وخلاص وإحنا عندنا حاجات أهم بكتير من الموقف بس ما عندناش مشكلة يا كابتن خالص وإحنا يعني من ايام ما كان محمد فضل طبعا هو اللي بينظم البطوله الافريقيه احنا حتى على مستوى كنا بره شويه كنا شايفين انه فعلا قادر على مستوى عالي جدا صحيح. عنده ثقه الناس اللي حواليه يعني الباشمهندس هاني بوريدا كان بيقول ان فضل من خلال شخصيته من خلال قادر واعد معين بيأدي طبعا. بشكل كويس واحنا وجماهير النادي الاهلي فعلا كانت يعني كانت فرحانه لان يعني ده بينتمي للنادي الاهلي بينتمي للنادي الاهلي وكادر كويس ما عندناش كوادر اداريه بشكل مميز حسام غالي عندنا بشكل كويس صحيح فخلينا نتكلم ان القصه ديت شويه عشان كده بتلاقي زعل من جماهير النادي الاهلي طبعا. زعل مننا لان احنا يعني بنتوسم على قد شخصيه معينه المحبه على قد الزعل ويمكن الموقف ده لو صدر من اي حد تاني غير فضل ان الناس كلها زي ما بقول لك عارفه ان فضل بينتمي للنادي الاهلي وراجل اهلاوي بغض النظر عن وجوده في المنصب ده فيمكن الناس بس خدت على خاطرها شويه ان هو كان احتفال انما اعتقد يعني الامور كلها بسيطه ويعني اعتقد بعد الاجتماع ده انا عرفت الاجتماع ضرب يعني بنوع من الحميميه يعني والقصه خلاص المفروض انتهت نوع من الحميميه ومعانا تليفون كابتن محمد فضل معانا على التليفون كابتن محمد اهلا بيك في قناه النادي الاهلي والبيت الكبير مساء الخير مساء الخير كابتن هاني بسلم عليك طبعا بسلم على استاذ سهام وكابتن محمد حشيش اهلا والف مبروك لقناه الاهلي يمكن اول مداخله منذ بدايه القناه الف مبروك ليكم ويا رب دايما كده تقدم ونجاح اكيد ان شاء الله شكرا لك يا محمد لكن خلينا نتكلم بكل امانه في يعني من خلال يوم السبت لليوم اللي احنا فيه دوت كان في بعض الازمه والمشاكل اللي حصلت مش هتطرق ليها اكتر من هقول ان طبعا احتراما او النادي الاهلي طبعا كيان كبير جدا وبيحترم الاتحاد الكوره وبيحترم اللجنه الخماسيه وبالتالي كان النهارده كان في لقاء مع محمود كهربا داخل يعني ما بين الجدران في الجبلايه عايز اعرف من حضرتك ايه اللي دار ونهايه القصه ايه ان شاء الله الاول كابتن هاني طبعا خلينا الناس طبعا كلها مستنيه ومنتظره
وفي لغط كتير جدا على السوشيال ميديا وحتى في قنوات كتير. فخلينا يعني ملخص الموضوع ان اخ صغير جه بيت اخوه الكبير في وجود استاذ عمرو جناني رئيس الاتحاد، في وجود العميد محمد مرجان طبعا اخويا الكبير اللي بحترمه جدا، في وجود الاستاذ عيسى عطار، في وجود كابتن محمد بركات. وطبعا زي ما انا قلت لما حد يجي بيتك ويكون اخوك الصغير اللي انت بتحبه، يعني هو ده على فكره كهرباء هو صاحب ابن اختي، يعني كهرباء دخل بيت اختي كتير. لا ما هي العلاقات معاك انتوا اخوات يعني اولا واخيرا يعني طبعا. لا الموضوع في علاقات كمان عائليه يعني لاعب، يعني هو دخل، انا بقول لك دخل بيت اختي طبعا واخ صغير وربنا يكرمه ويوفقه. ومش عايزين نتطرق لموضوع، انا بالنسبه لي زي ما قلت لك هو وجوده وقدومه الى الاتحاد الموضوع اتقفل وصفحه اتقفلت بالنسبه لي، وربنا يوفقه في تاريخه طبعا وفي مشواره. خليني اقول لك عشان انا ما بحبش دايما ان انا اقف او نتعرض لمشاكل او نعمل لغطات او لغط في حاجات معينه. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهيره، اتمنى التوفيق يوم 4 باذن الله لنادي الزمالك، ويبقى ان شاء الله نهائي افريقي خالص يوم 27. اتمنى ان شاء الله منتخب مصر طبعا يوم 14 و17 لمباراه توجو. موسم كان شاق جدا يا كابتن هاني، كان شاق جدا علينا طبعا انظميا، وكان في تفاصيل كثيره جدا فعلا، الديتيلز كانت كثير، سواء احنا كلجنه جينا في تقريبا سنه ولغايه دلوقتي حوالي سنه وثلاث شهور، كان موسم شاق جدا علينا. احنا البلد الوحيده اللي في العالم اللي رجعت الدوري بجميع اقسامه حتى الكره النسائيه والخماسيه. بشكر طبعا مسؤولي الدوله على الثقه طبعا، والثقه فينا كاتحاد ان احنا نقدر نعمل كده بالاجراءات الاحترازيه. وببارك على قناه النادي الاهلي، ببارك لجماهير النادي الاهلي بالدوري ال 42 الاستثنائي، وان شاء الله زي ما قلت بالتوفيق للجميع يا رب كده، وتبقى مباراه نهائيه مصريه خالصه تعبر عن نجاح الموسم يا رب. طبعا ان شاء الله منتظرين مباراه نهائيه باذن الله. لكن برضه سؤال، هل في اتفاق؟ يمكن كان بعض الوسائل الاعلام بتقول ان حتى على المستوى الجماهيري ممكن يكون في المباراه النهائيه حضور الجماهير ايا كان، اذا كان الاهلي والرجاء او الاهلي والزمالك. هل في تواصل مع الاتحاد الافريقي في هذه النقطه، ولا يعني ما زالت الامور واقفه عند نقطه عدم وجود جماهير؟ لا احنا نتمنى طبعا وجود جماهير، ويمكن احنا كمجلس يعني السيناريو بتاعنا او حتى البوليسي بتاعتنا كانت ان احنا عاوزين نرجع جماهير بعد نجاح في البطوله الافريقيه. وبدانا الدوري في ماتش السوبر او نهائي الكاس كان حوالي حضور 20,000 متفرج، وبعد كده حصل طبعا ظروف الكورونا، كنا بننزل بنرجع تدريجي، حصل ظروف كورونا ابتدينا نعمل اجراءات احترازيه. نتمنى وجود جماهير، هتبقى طبعا لو الكاف على فكره احنا تواصلنا معاهم قالوا لو في خطه طبيه مقدمه بشكل جيد، هم طبعا دي حاجه تشرفهم ان دي هتبقى اول بلد واول بطوله في العالم اتعملت بعدد من الجماهير. ولكن احنا بتقف عند حاجتين هم دولت الاساس، وهو الملف الطبي، الاجراءات الطبيه طبعا البريكوشنز كلها والنواحي الامنيه. صحيح. باذن الله يا رب ان شاء الله احنا طبعا هنسعى وهنبتدي نكلم كل الجهات ونقدر ان احنا نوفر الملف الطبي. عندنا دكتور محمد سلطان راجل يعني تحمل ما لا يتحمله بشر، هو اللجنه الطبيه. وطبعا بالتنسيق مع وزاره الصحه هندخل مع دكتور اشرف صبحي طبعا معالي وزير الشباب والرياضه، ونحاول ان احنا حتى كمان يبقى طرف لو النادي الاهلي كده كده هو في النهائي، نادي الزمالك لو قدر باذن الله انه يكسب نادي الرجاء هيكون في تنسيق لعدد محدد من الجماهير، هنسعى لذلك. ولو يعني باذن الله نقدر نعمل اي حاجه في مصلحه الكره المصريه هنحاول نعمل كل الاسباب يا كابتن هاني طبعا، ويا رب. ما هي مصلحه الكره المصريه برضه يا فضل يعني بتقول لنا وبتجبرنا ان احنا نبص للقدام، نبص ان منتخب مصر ان شاء الله مباراه النهائيه في مصر باذن الله تكون مظهر كويس. منتخب مصر داخل على ماتشين مهمين جدا ان شاء الله نكون في ظهره. لكن كمان خلينا نتكلم ان المشاكل اللي فاتت دي خلاص يعني احنا مش هنتكلم، وانت زي ما قلت يا محمد انتوا اخوات اولا واخيرا، عندكم علاقات مع بعض بشكل جيد على المستوى النفسي. كهربا على فكره
لعيب كبير ولعيب مميز ولعب كاس عالم وفي اعلى مستوياته. ويعني مش هقول زي ما انت قلت ان كهربا غلط، مش هقول مين اللي غلط ومين اللي ما غلطش، لان ده موضوع واتقفل خلاص. احنا مش في جدل مين اللي غلط، لان انا في اعتقادي الشخصي كهربا ما غلطش، لكن مش هنخش فيها. لكن انت اخ كبير حضرتك، حاجه على الموضوع ده. اتفضل. زي ما قلت لحضرتك، اما اخ صغير يجي البيت اخوك كبير. اه طبعا. لا بص، انت اخوات يا فضل. ده ملخص الموضوع ده. صح، مظبوط. الموضوع ده مش انا اعتبر الموضوع من هنا اتقفل، ومحمد فضل وكهربا اخوات. في حاجه بس عاوز اوضحها لحضرتك. اتفضل. وجودك يعني طبعا ان كان اول مره في تاريخ الكره المصريه ان بتشتيم الدرع من داخل الملعب الاحتفاليه بالتنظيم الجيد. صحيح. بالشكل ده في ظروف الاستثنائيه. خلي بالك انت بقى فيه، انت بتعمل تيست طبعا، بتبقى فيه البي سي ار بيتعمل قبل المباراه، فتبقى انت مظبط ومنسق. احنا كنا مستقيم مع العميد محمد مرجاني البروتوكول ومين هينزل، وطبعا الحفاظ على سلامه اللعيبه والاجهزه. فخلينا زي ما بقول لك دايما نبص للجانب المضيء. طيب. الجانب المضيء هو اي حاجه. الجانب المضيء دايما يا محمد، مع عدم عاطل كلامك، احنا بنقول مبروك للنادي الاهلي، احتفاليه رائعه، التنظيم كان الى حد ما ممكن يكون احسن، لكن الفرحه كلها وفرحه جماهير النادي الاهلي وفرحه مؤمن زكريا وفرحه كابتن محمود الخطيب، وفرحتنا ان شاء الله كلنا بقى مع التاسعه ان شاء الله يوم 27 نوفمبر. بطل يا كابتن هاني والمنتخب. أكيد. انا قطعت حضرتك. لا اتفضل. انا بحب طبعا، يعني خليني اوجه الكلام ده للاستاذه سهام. اتفضل. يعني طبعا زوجة كابتن مؤمن زكريا، وحاجة ست أصيلة مصرية جدعة طبعا، ربنا يا رب يصبرها على الابتلاء ويرجع لنا أحسن من أول بإذن الله. وطبعا مؤمن هو هيفضل بطلنا لغاية ما يرجع بالسلامة. كان هو البطل بتاع الفوتو في شركة منتخب مصر، البطل في تسليم درع الدوري. بإذن الله إن شاء الله أي تواجد ليه هنحاول نعمل أي حاجة هو يبقى هو مبسوط وسعيد. أنا حسيت إن الفرحة دي على وشه، والوقت تسليم الدرع كان هو مبسوط قوي، وكانت على لسانه جملة واحدة، كلمة الحمد لله. وطبعا يعني بص، مداخلتك دي على راسنا طبعا، إن أنت كمان في قناة النادي الأهلي، فأنت أخ كبير زي ما أنت قلت، وبنشكرك شكرا جزيلا جدا، يعني ميرسي جدا على مداخلتك. شكرا يا فضل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. كابتن محمد طبعا يعني سمعت مكالمتك. اه بالظبط. يعني زي ما انت قلت بالظبط، يعني زي ما قلنا قبل المداخله طبعا. فضل ابن من ابناء النادي الاهلي، وراجل دلوقتي مسؤول في اللجنه الخماسيه في اتحاد الكوره. حصل مشكله، الناس يعني كبرت بشكل او باخر. يعني اعتقد ان هن بالمداخله اللي عملها فضل في قناه النادي الاهلي اول مره بتالي بعد دي حقيقه بعد الواقعه دي او بعد الواقعه دي، فدي يعني حاجه بتبين ان خلاص يعني الموضوع يعني خد اكبر من حجمه، والموضوع خلاص انتهى. ويا ريت بقى الناس كلها تفكر في اللي جاي، تنسى بقى المواضيع دي وتفكر في اللي جاي. وعايز اقول له يعني الاحتفاليه بتاعه النادي الاهلي بالدرع هي احتفاليه النادي الاهلي، وبرده احتفاليه للجنه الخماسيه انها قدرت تستأنف البطولة في ظل الظروف اللي فاتت، وتستكمل البطولة دي اللي صعبة جدا، واللي يعني فيها حاجات كتيرة كانت صعبة جدا، انها تستكمل البطولة. والأول مرة يعملوا احتفالية بالدرع في الملعب نفسه في آخر مباراة للنادي الفائز، فدي حاجة برضو تحسب للجنة الخماسية واحتفال ليهم. يعني طبيعي أكيد احتفالية، ولكن خلينا زي ما حضرتك بتتكلم، خلينا نبص لقدام الخطوة اللي جاية. وإحنا اللي يهمنا طبعا كجماهير النادي الاهلي، اكيد الاقرب حاجه هي طبعا الماتشين بتوع توجو على صحيح. مستوى المنتخب. حضرتك شايف القايمه ازاي؟ شايف التجمع ازاي؟ شايف الماتشين كمان، ماتشين توجو شايفهم ازاي بالناحيه الفنيه؟ طبعا يعني انا شايف كابتن حسام معذور، لان هو برضو الظروف. بص الاطراف كلها عندها صعوبه في اداء شغلها، منهم طبعا الكابتن حسام نتيجه لطبعا التوقفات اللي حصلت والكورونا، وبعد كده استئناف البطوله مع ضغط حرم كمان من معسكر اكتوبر. يعني طبعا يعني برضو علشان هو الراجل نديله حقه في الجزئيه دي، ان الكابتن حسام تنازل عن معسكر اكتوبر عشان الدوري يكمل والدنيا تمشي. فطبعا يعني هو معذور، المنتخب غير الفرق، وكابتن هاني كان مدرب المنتخب، لازم يبقى فيه تجمعات كتير عشان يحصل موضوع الانسجام، عشان احط استئناف دوري
كان ايه اللي حصل، وده اللي كان النادي الاهلي بينادي بيه من الاول، وكان مصر على الكلام ده. وفي بعض الناس كانت فاكره ان النادي الاهلي بس عشان اقرب لمكسب البطوله فهو عايز بس الدوري السعودي. لا، الدوري كان لازم يستمر عشان حاجات كتير قوي، من ضمنها واهمها هي طبعا المنتخب، ويليه طبعا البطولات الافريقيه اللي شفنا تاثير استئناف الدوري برضو في وصول للفرق للمواقف اللي هم فيها قبل النهائي، والنادي الاهلي طبعا في النهائي. الكابتن حسام، لو رجعنا للماتشات، طبعا في عناصر جديده لاول مره بتدخل المنتخب بيستعين بيها، اعتقد ان هو الفتره قليله قوي، والموضوع المعسكر اللي اتلغى ده برده كان هيفرق معاه ان هو برده يشوف العناصر الجديده دي مع العناصر الاساسيه او القوام الاساسي للمنتخب اللي هو اكيد في ذهنه. يعني ما تقدرش تحكم برده على، يعني انا مشفق على برده المنتخب خلال الماتشين الجايين، ماتشين زي ما بقول لك قبلهم صعبين كمان، صعبين، وفرقه قويه بقى لها دلوقتي باع في افريقيا، يعني بالرغم ان توجو متزايله المجموعه فده بيديها كمان حافز اكتر، يعني طبعا بتلعب مصر، بتلعب فرقه مصر. ومنتخب طبعا. من المنتخب الاكابر زي ما بيقولوا، فدي برضو بتدي يعني حافز للعيبه ان هو عايز يقدم كل اللي عنده. الماتشات الصغيره كابتن هاني انت عارف ان احنا يعني او الفرق اللي هي ملهاش تاريخ تخوف اكتر من الفرق الكبيره. يا ما خرجنا من تصفيات كاس العالم بالظبط بفرق صغيره. دي هي صعوبه المباراه، انما اعتقد ان كابتن حسام طبعا تاهيله النفسي، لان التاهيل النفسي خلال الفتره اللي جايه دي اهم من البدني. البدني طبعا احنا عارفين معظم قوام المنتخب سواء المحترفين اللي جايين من بره ابتدوا بقى لهم كام اسبوع بيلعبوا المباريات بره في دوريات، فهم وصلوا لمراحل كويسه. الناس اللي موجوده جايه من مشقه كبيره عايزه برضو نوع من انواع الاستشفاء بطريقه معينه. يعني انت بتتكلم على منتخب فيه لعيبه مختلفه، لعيبه محترفه جايه بسيستم تاني خالص، لعيبه محليه عليها ضغوط جامده اللي هي بتلعب لغايه اللحظه دي في بطولات افريقيا وطالعه من دوري مضغوط، فعليها برضو احمال كبيره. لعيبه برضو كانت في الانديه اللي هي بعيده عن افريقيا ممكن تكون برضو مريحه اكثر من اللعيبه الثانيه، فهي عايزه الخلطه دي تكون خلطه سحريه سواء في المعدلات البدنيه او طبعا في المستويات الفنيه بقى التقارب، لان برضو احنا مش عارفين برضو الكابتن حسام يعني توجهه الشكل العام هيلعب ازاي، الشكل العام هيلعب ازاي خلال الفتره دي، لانها لها اعتبارات كتيرة. واحيانا يا كابتن هاني وانت عارف الافراد بتحكم عليك طريقه اللعب، مظبوط، يعني بعض اللعيبه لو موجوده او مش موجوده بتقدر انت تغير في على حسب القماشه اللي عندك، يعني بالظبط كده. ان شاء الله بنتمنى له طبعا كل طبعا مصر وكل جماهير المصريه بتسنده طبعا خلال الفتره الجايه دي، ويعدي بس المرحله الاولانيه عشان نشوف الشكل بعد كده هيبقى ايه. عايزين نتكلم مع حضرتك عن البراعم، وان شاء الله يعني خلاص احنا بنتكلم عن المسابقات راجعه قريب، صحيح، وعايزه حضرتك تتكلم في ده، وكمان الاعتماد، فكره اعتماد موسيماني النهارده على اللعيبه الشباب العربي بدري بقى ومحمد شريف وفخري. بصي هقول لك يعني حاجه انا مقتنع بيها من زمان، وبقول ان دايما اي فرقه في الدنيا لازم يبقى فيها اكثر من عنصر شباب. ايوه، وما ينفعش اوصل الفرقه لغايه ما بقى كلهم كبار وبعدين ابتدي ادعم، لازم اللعيب الصغير ده يلعب في وسط اللعيبه وهي الكبيره وهي في التوب بتاعها عشان يشرب منها ويتعلم وياخد خبرات، وعلى الاقل ما بيبقى الوضع كده بقى فيه مكاسب وانتصارات عشان برضو المدرب يقدر ينقي التوقيت اللي يقدر ينزل فيه اللعيبه الصغيره، لان اللعيبه الصغيره دي ما بتنزلش في اي وقت الا اذا كان بقى حاجه يعني ظرف اضطراري، لعيب اساسي مصاب فاضطريت العب ولد صغير، انما في المطلق لا، انا في ماتشات لازم ابقى مطمن على النتيجه ما فيهاش ضغط عصبي كبير، بحيث ان الولد لما ينزل برضه ياخد على الملعب بيلعب في وسط لعيبه كبيره. اعتقد موسيماني ينزل كمان وسط بمعنى بلغه الكره كابتن، والفرقه فايقه، ما يكونش الفرقه مثلا في ما نزلوش مع الفرقه مش فايقه تخسر، يبقى خلصت انا عليه من البدايات، لان البدايات دايما بتبقى مهمه قوي للعيب الصغير. اعتقد موسيماني خلال الفتره اللي فاتت طبعا الظروف ساعدته ان
حسم بطولة الدوري يعني حسمت من فترة كبيرة، وكان عنده الماتش ده، والناس كمان الأساسيين أو القوام الأساسي بيلعب في بطولة إفريقيا وهي البطولة الأهم. فشفنا الماتشات الأخرانية ابتدى يعني نزل لعيبة وصعد ناس، أنا شفت حتى مصعد ناس من 2001 و2002 بالظبط كتير يعني، فدي حاجة كويسة. اقتراحاته بالنسبة كمان للموسم الجديد، الناس المعارة، ايه رأيك في الإعارات دي؟ طبعا هو راجع محمد شريف، بنتكلم على صلاح محسن، بنتكلم على ناصر ماهر، بنتكلم على أكرم توفيق. الأربعة طبعا هايلين، أعمار صغيرة، خدوا خبرات في الأندية اللي لعبوا فيها. شايفين ماهر في سموحة ما شاء الله يعني. ما شاء الله هايل يعني. وشايفين كمان محمد شريف، محمد شريف في إنبي تاني هداف للدوري، لعيبة كويسة، لعيبة وعادة النادي الأهلي محتاجها. بفضل يعني، هو الراجل مش مفضل التعاقدات الخارجية، عايز يرجع ولاد النادي. ولاد النادي دول مهمين ان هم يبقوا موجودين ولعبوا اساسا في النادي الاهلي، وطلعوا اعارات عشان ما كانش في فرصة اللعب، رجعوا دلوقتي على مستويات عالية بصراحة كلهم. اولا برضو من ناحية الاقتصادية بيوفر النادي الاهلي مبالغ طائلة في الانتدابات من طبعا من الخارج. ولاد النادي الاهلي لسه مش هتحفظي بقى الولاد دي وروح الفانيلا، هم اساسا جاهزين للموضوع ده، واعتقد انه هو اتجاهه طبعا للناشئين. لو هاخدكم بس الحته صغيره كده، بس انت برضو قصدك على مسابقات البراعم والناشئين، حطيتوا ميعاد مبدئي مش كده؟ حطينا ميعاد مبدئي، وبعدين حصل مد في القيد في القائمه الثانيه، يعني القائمه الثانيه هتبدا بدل ما كانت 4/11 هتبقى 11/11، فبالتالي لازم تدي فرصه للانديه طبعا والفرق انها تعمل القوائم بتاعتها الثانيه. بعد كده ممكن نأخر مثلا أسبوع عن المواعيد، يعني نبدأ غالبا يعني في المتوقع كده على شهر 12. ما تنسيش برضو أن في مشكلة كبيرة جدا في المسابقات ومهرجانات البراعم، لأن فيها تجمعات كبيرة كتير جدا طبعا جدا. الماتشات الدوري الممتاز وكده بدون جمهور، المشكلة في اللعيبة، واللعيبة بتعمل الرابيد تيست والبي سي ار قبلها ب 48 ساعة ومفيش مشكلة بالنسبة لهم. انما انت بتتكلم على المهرجانات، بتلعب مثلا حوالي مثلا 6-7 ماتشات في يوم واحد، ولاد صغيرين والولد الصغير ده بيجي معاه، بتتكلم على 14-15 فرقة بأخته وأبوه يعني حوالين الملعب طبعا. الولد الصغير 9 سنين ده هيجي مع مامته وباباه وأخته يعني، فانت لازم تفكري هتعملي ايه في الكلام ده. يعني انت بتبصي دلوقتي بقى، احنا بنبص للملعب وبره الملعب، فدي مشكله كبيره. فطبعا كان في اجتماع مع الدكتور محمود سعد المدير الفني طبعا للاتحاد، على اساس ان هو يعني بيناقش معاه طبعا الامور دي كلها، وفي اجتماع مع الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنه الطبيه في الاتحاد عشان نحط اللمسات والاجراءات الاحترازيه لبدء المسابقه، وتحسبا برضو للظروف اللي جايه. انت مش عارف ايه القصه اللي جايه برضو، شكل الفيروس ايه، الموضوع هيزيد. وانا شايف النهارده ان الرئيس الوزراء منزل 4000 جنيه غرامه لكل من لا يرتدي الكمامه اجباري، لان انا شايف ان هاني انا بمشي في الشوارع وفي لسه الاماكن كمان كتيره ساعات قليلة. الناس مكبره دماغها خالص، واخد بالك ازاي؟ مش عايزه تفكر في المنظر اللي فكرت فيه السنه اللي فاتت لما كانت كورونا موجوده. بس لازم نعي الكلام ده وتكون فيه اجراءات احترازيه، ما فيش شك احنا يعني. احنا بنقول لهم الكلام ده، مش هتخسر حاجه لو تلبس كمامة عشان ما تقعدش تاني والمنظر الصعب الاليم. بالظبط يعني المنظر الاليم اللي كان موجود وقاعده في البيت وخانقه، لا ده انت انزل بس اعمل الاجراءات الاحترازيه والغسيل الايد والكمامه والحاجات دي عشان تقدر الدنيا تستمر ان شاء الله باذن الله. يبقى يعني نوفق في بدايه الموسم، لان انت برضو صعب ان انت يعني اجيال من الناشئين، ان انت السنه اللي فاتت المسابقه بتاعتهم وقفت ما كملوش فما لعبوش، ما ينفعش موسم تاني كمان ما يلعبش، يعني انت هتبطلي اجيال. فدي من الحاجات اللي احنا حريصين، واعتقد برضو يعني اكيد الدوله حريصه برضو ان الانشطه بتاعتها يعني تستمر والشغل يستمر. يعني كل التوفيق ليك يا كابتن، كل التوفيق ليك ان شاء الله باذن الله. واحنا طبعا بنكون دايما سعداء وجودك معانا يا كابتن محمد بجد. شكرا جزيلا. معانا واحد من اللي قدروا ان هم يحطوا بصمتهم في الدوري الممتاز الموسم ده ويقود فريقه طبعا للبقاء
في بين الكبار في دوري الاضواء. معانا الكابتن الكبير طبعا كابتن رضا شحاته. اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك كابتن هاني. رضا ازيك؟ كابتن اخبار حضرتك؟ وحشني. اخبارك ايه؟ ربنا يخليك. الحمد كله لله كله تمام. تمام الحمد لله. نورنا طبعا في البيت الكبير. وذكرياتك بقى مع النادي الاهلي ان شاء الله ومانويل جوزيه وان شاء الله مستقبلك والفتره الصعبه فتره طبعا كورونا وازاي اشتغلت فيها طبعا كل دوت هنتكلم عليه. بس معانا تقرير عن كابتن رضا شحاته وبعد ما نرجع من الترقيق من التقرير هنتكلم على ملفات كتيره جدا مع الكابتن رضا. رضا شحاتة واحد من النجوم الذين مروا على تاريخ القلعة الحمراء واكتسبوا المجد والشهرة من الانتماء للكيان الأحمر العريق، كما عاش مع المارد الأحمر الفترة الأجمل في مسيرته الكروية وخلد اسمه في ذاكرة الجماهير بهدف لا ينسى في مباراة 6-1 على الغريم التقليدي الزمالك يوم 16 من مايو عام 2002، حيث كان صاحب الرصاصة الأولى التي فتحت باب الانتصار الكبير للمارد الأحمر على أبناء ميت عقبة بنصف دستة أهداف. ومضغوط على بلال وهوب والهدف الثاني. في بوركير. ولد رضا شحاتة في 24 من يناير عام 1981 وعرف طريقه للتألق في صفوف فريق المنصورة العريق، ومنه انتقل إلى النادي الأهلي في عام 2000 في صفقة أثارت جدلا كبيرا حينذاك نظرا للموهبة اللافتة التي كان يتمتع بها لاعب الوسط المهاجم ودخول الزمالك طرفا في صراع الفوز بتوقيعه. لكن اللاعب فضل الانتقال إلى المارد الأحمر خاصة بعد أن حسمت الأمور تماما بزيارة الأسطورة محمود الخطيب للمنصورة من أجل إنهاء الصفقة بنفسه، ليشعر رضا شحاتة بالفخر الشديد وينتقل للقلعة الحمراء ويبدأ في كتابة حكاية جميلة مع كوكبة من نجوم هذا الجيل. بدأ رضا شحاتة مشواره بقطاع الناشئين بنادي المنصورة في سن 11 سنة، وحينما بلغ 16 من عمره مثل الفريق الأول للمنصورة عام 1998. وفي عام 2004 رحل عن المارد الأحمر حيث انتقل لصفوف إمبي، كما لعب لناديي الاتحاد السكندري والجونة. وعلى صعيد المنتخبات القومية مثل رضا شحاتة المنتخبين الشباب والأولمبي لفترة طويلة، وكان واحدا من أفراد الكتيبة الذهبية التي حققت الإنجاز الأعظم في تاريخ كرة القدم المصرية بالفوز ببرونزية كأس العالم للشباب عام 2001 بالأرجنتين مع المدرب القدير شوقي غريب. وبعد اعتزال كرة القدم لاعبا اتجه رضا شحاتة للتدريب وحصل على دورات تدريبية لتأهيله، ثم تولى تدريب فريق مواليد 1998 بنادي الجونة، ثم مدير لقطاع الناشئين في النادي، وبعدها انتقل للعمل بقطاع الناشئين في وادي دجلة قبل أن يعود مجددا إلى الجونة مساعدا للمدير الفني ثم مديرا فنيا للفريق. ودائما ما يعتز رضا شحاتة بالفترة التي قضاها في النادي الأهلي ويؤكد أن النادي الأهلي دائما خيره على الجميع، ولولا لما وصلنا إلى أي شيء. برحب بحضراتكم مرة تانية وبرحب طبعا بالمدير الفني فريق جونة كابتن رضا شحاتة. برحب بك تاني. عايز اتكلم بقى من لحظة التتويج خلينا نقول، وطبعا لأول مرة يتم هذا التتويج بدرع الدوري في ملعب الأهلي بيه السلام. يعني مبروك طبعا النادي الأهلي على الدوري، إن شاء الله نبارك نادي الأهلي على بطولة أفريقيا اللي جاية بإذن الله، وده الهدف الأساسي لكل الأهلوية. يعني يمكن الدوري خلاص احنا عارفين ان الدوري محسوم من بدري والموضوع بالنسبة لنا منتهي، ولكن بطولة أفريقيا هي الأهم لجمهور النادي الأهلي. وأنا بعتبر واحد، أنا بعتبر نفسي من جمهور النادي الأهلي قبل ما أبقى منتمي إن أنا شاركت أو لعبت في النادي. أنا واحد من جمهور النادي الأهلي وعيلتي كلها أهلاوية، فإحنا بنتمنى طبعًا إن بطولة أفريقيا إن شاء الله تبقى من نصيب النادي الأهلي الفترة اللي جاية. طبعًا الاحتفالية حاجة جميلة جدًا وحاجة مشرفة، ووجود مؤمن زكريا في وسط زمايله كانت حاجة مهمة جدًا. تكريم أحمد فتحي كان حاجة مهمة جدا، بتدل على النادي الأهلي، هو ده النادي الأهلي اللي احنا نعرفه.
ان اللعيب مهما كانت قراراتك هي صح او غلط او دي وجهه نظرك تحترم، ولكن ما بتدخل في الاطار السليم النادي الاهلي بيحطك في احسن حته وبيحطك في البرواز، لان انت في الاول وفي الاخر انت محسوب على النادي الاهلي. فطول ما انت بتعمل الصح احنا نعمل معك الصح اكتر وبزياده. فدي كانت لقطه مهمه جدا، يمكن من اهم اللقطات اللي انا شفتها في المباراه خروج احمد فتحي في التوقيت ده عشان نكرمه ونخرجه بشكل يليق بنادي الاهلي وطريقه النادي الاهلي مع الناس اللي بتتعامل معاه بنفس الاسلوب. احنا في الاهلي دايما بنتكلم، احنا في الاهلي بنتكلم بطريقه مختلفه شويه، والناس بتبقى شايفانا متحيزين. احنا مش متحيزين، احنا بنقول الواقع اللي احنا عشناه كلنا كلاعيبه. النادي الاهلي مختلف في التعاملات جدا مع اللي بيتعامل مع الاهلي بطريقته. لو هتخرج بره الاطار بتاع النادي الاهلي فالنادي الاهلي هيتعامل معاك بنفس اطارك. وحتى على المستوى الفني كمان يا رضا، اما بنتكلم لو بيقول لك ايه، لو النادي الاهلي جاب لعيب وما دخلش في الترسح حتى على مستوى الفني وعلى مستوى النظام وعلى مستوى الالتزام، الالتزام يعني دايما النادي الاهلي حط تحتها الالتزام. لو انت لعيب مش ملتزم مش هتقدر تمشي في النادي الاهلي بمعنى صح. ولو انت لعيب امكانياتك قليله وملتزم ممكن تمشي في نادي الاهلي والناس كلها تتعامل معاك انت ابن من ابناء النادي. انت ابن من ابناء النادي. انا دخلت النادي الاهلي وخرجت منه ما عنديش مشكله في النادي الاهلي. دخلت النادي الاهلي كان كام سنه يا رضا؟ 18 سنه. منتخب شباب. منتخب شباب. ده قبل بطوله كاس العالم. قبل كاس العالم انا رحت الاهلي وبعد كده لعبت كاس عالم. فالاحداث الداخليه في النادي الاهلي ما حدش يقدر يتكلم عنها غير اللي عاش جوه النادي الاهلي. احنا عشنا جوه النادي الاهلي وشفنا التعاملات وطريقه التعامل مع الكويس ومع اللي مش كويس. الاطار هو انت عشان تبقى مبسوط في النادي الاهلي وتاخد احسن حاجه وافضل حاجه من النادي الاهلي لازم تدخل في الاطار النادي الاهلي. مش هتاخد احسن حاجه لو انت مش ماشي في الاطار ده. ملخص النادي الاهلي عشان ما نقعدش نتكلم في النادي الاهلي ليه مختلف او مش مختلف. يعني قصه واضحه وصريحه، احنا في اطار محطوط في النادي الاهلي اللي بيدخل فيه بيبقى من افضل ناس ويوصل لاعلى انجازات في تاريخه وفي حياته. مش هتدخل في الاطار مش هتوصل لاي حاجه في النادي الاهلي. فهي دي الفكره وده ملخص. فانا كنت مبسوط جدا بموقف احمد فتحي الاخير في المباراه اللي فاتت. طبعا تواجد مؤمن واهتمام الكابتن الخطيب بيه كان واضح حلو. يعني يعني بتبقى حاجه بتسعدك طبعا. يعني يمكن حاجات من مميزات الكابتن الخطيب اللي انا بحبها على المستوى الشخصي من اهم مميزاته ما بشوفوش مكشر. يعني ما شفتش كابتن خطيب قبل كده في وقت حتى في عز ازمات ما بشوفوش زعلان او دايما في وشك بيضحك، دايما في وشك بيبتسم، بيجي يسلم عليك دي مهمه جدا. ان انت لعيب ممكن تبقاش موجود في النادي ولكن لو قابلته في اي مكان بيديك قيمتك ويديك احترامك ففي حاجات صغيره كده احنا بنفهمها. غير لو 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 حد تجاهلك انت بتتضايق كلاعب كوره. انا كنت موجود في نادي لو حد تجاهلني لا الموضوع ما بقاش حلو. فهو عنده الحته دي ان هو دايما الضحكه على وشه ودايما الدنيا سهله ودايما هادي. فدي حاجات كلها ده كل ده مميزات كمان. خلي بالك رغم الضغوط وانت كنت لسه بتكلم معاك على كان موسم استثنائي. يعني كنت بتكلم معاك على موضوع الجون هنجيله هنتكلم عليه لكن احنا بنتكلم في جزئيه النادي الاهلي ان موسم استثنائي بشكل كبير جدا. انت عارف الضغوط حتى على مستوى مجلس الاداره وكان في بعض يعني بعض الحاجات اللي كانت تقلق شويه. رغم كده ان النادي الاهلي كان ماشي بسكه اعتقد كانت مميزه جدا من خلال فايلر ومن خلال موسيماني وارقام قياسيه كبيره جدا. شفت يعني شفت كل السنه ديت. طبعا انت كنت مشغول مع الجونه لكن شفت النادي الاهلي ازاي السنه دي في السنه الاستثنائيه دي. انا شفت فايلر في البدايه كان هايل جدا، بدا هايل مع الفرقه ومركز جدا مليون في المية. عشان كده كان في اداء، كان في اداء للنادي الاهلي واضح وسيطره اداء ونتيجه واستقرار وهدوء وكل حاجه. ولكن بعد كورونا انا حسيت ان فايلر ما بقاش مركز. ودايما احنا بنشوف ان المدير الفني لو فقدت تركيزك 10% هيبان على الفرقه. وده اللي حصل بوجهه نظري. هو بدا يركز في حاجات جانبيه او حاجات اهتمامات تانية ما بقاش مركز في الفرقه بس، فبدا يبان على الفرقه. فكان لازم يبقى في تدخل من اداره النادي الاهلي وده اللي حصل. ودي حاجه ايجابيه وحاجه مهمه وتحسب للنادي الاهلي. دي مدير فني تاني بشخصيه مختلفه تماما، بمناخ مختلف، بفكر مختلف، وواضح شغله مع النادي الاهلي وواضح التاثير على اللعيبه. ودايما انا بشوف ان اهم مميزات المدير الفني لغه الحوار او التعامل بينه وبين اللعيب اهم من الملعب. فانا شايف ان في بينهم بين اللعيبه وموسيماني في حته الحب
والتفاهم دي موجوده، فدي اللي هتساعده الفتره اللي جايه ان يبقى الامور بالنسبه لهم اسهل. والاستيعاب يا كابتن هاني طبعا لعيب الكوره، لعيب الكوره لو هو مش مقتنع بيك او مش بيحبك مش هينفذ لك اللي انت عايزه، فانت الخسران الاول والاخير. ده صحيح. فدايما انا بشوف ان هي كيمياء كان عاملها فيرا في البدايه، كان عاملها كويس ولكن خسرها في الـ في الـ في الـ في الـ مؤخرا في الفتره بعد الكورونا لما بدا يركز في حاجات خارجيه. انت مدرب كوره او انت لعيب، لو انت لعيب لو خرجت بره تركيزك انت بتفقد على الاقل 60-70% من تركيزك، بتفقد مجهودك وبتفقد امكانياتك. حقيقة. نفس الكلام في التدريب، هي واحد فهو بدا يفقد ده، فكان لازم ان النادي الاهلي يتدخل وحصل ده عشان تلحق الوقت. والحمد لله ان لحقنا قبل ما ندخل بقى قبل النهائي والنهائي افريقيا، ان احنا عايزين البطوله دي. يعني لعيبه النادي الاهلي لازم تبقى فاهمه ان الموضوع ده منتهي، يعني موضوع البطوله السنه دي منتهي، مفيش بين البنين يعني الموضوع خلاص. بطوله من نوع خاص كمان يا كابتن، بالظبط من كل على كل المستويات طبعا. كورونا، الناس اللي عندتك، الناس اللي ضغطت يعني مش الناس، احنا الظروف. احنا في الاهلي احنا عندنا متعودين في الاهلي عندنا ما عندناش ظروف. يحط الظروف على جنب، ماليش دعوه. مش هتقدري تقولي للناس ان كان في ظروف، ما حدش هيقبل ده. انا بقول للعيبه، لان انا عارف النادي الاهلي الاداره بتفكر ازاي، واللعيبه كمان عارفه الكلام ده، ان ما حدش هيسمح نحط اي شرط او اي مبرر ان احنا لا قدر يبقى في مشكله. لا، احنا البطوله دي لازم، موضوع خلاص ان شاء الله. مدير فني دلوقتي حاليا لجونه، بس انا عايزه اتكلم عن المركز بتاعك ده، مع طبعا لاعب نص المهاجم، مع اللعيبه الحاليه في الاهلي، وليد سليمان، قفشه، شحات، قيمت ادائهم الموسم ده ازاي خاصه في وجود موسمين؟ لا بصي، هم كلهم ماشيين بشكل كويس، ولكن هو الطبيعي في الكوره ممكن لعيب اوقات يقل شويه ويعلى شويه، ده موجود. بس هي الفكره ان الناس ما بقتش بتستحمل حد، ودي بقت صعبه، لان لعيب كوره في الاول وفي الاخر ممكن وقت ابقى هايل، ممكن وقت لازم اقل، ولازم يعني في متغيرات. الضغوط زادت شويه رضا عن زمان الميديا طبعا. يعني بكلمك على الضغوط، انت عشت برضو، انت راس حربه مميز، واول ما جه الجون بقول لك ده 6-1، قلت له، قال لي انت فتحت الليله يعني. بدري يعني. فالضغوط زادت عن زمان شويه. انت كنت ممكن زمان، مش زمان بتكلم فترات ايام ما كنت بلعب، لا يعني بتتكلم خلال العشر سنين اللي فاتت، حاسس ان الضغوط على لعيب الكره زادت بشكل كبير؟ طبعا الضغوط حتى شكلها اختلف، يعني شكل الضغط بقى مختلف. شكل يعني ايه شكل الضغط بقى مختلف؟ انا في الاول كان بيبقى فيه جمهور، فممكن وانت في الملعب لو بصيت باص غلط الجمهور بيروح عامل لك حركه كده، تبدا تقلق، طب انا مش عايز ابص التاني غلط. ده كان ضغط علينا، ولكن ما كانش في اعلام طول الوقت بيضغط عليه. انما دلوقتي انا من بعد المباراه والمباراه شغاله لتاني مباراه، انت بتتهاجم، ممكن تفضل تتهاجم لحد المباراه اللي بعدها، فكل دي ضغوط. الموبايل مع اللعيب طول الوقت، فطول الوقت بيسمع الكلام اللي بيتقال. واحنا حتى طريقه النقد وطريقه التوجيه بقت فيها شويه عصبيه، وبقى حاجات بتضايق اللعيب، بتخرج عن النص. انا شايف ان دايما لازم ننتقد ونتكلم بموضوعيه، عشان خلي بالك ان انا في النادي الاهلي، انا مشجع النادي الاهلي. النهارده لو بنتقد لعيب في النادي الاهلي لازم انتقده بحدود، لان ده اللعيب بتاعي بمعنى اصح، فلازم طول الوقت ابقى مخليه في الفورمه اللي هي 100%. خلي بالك انتقادك لما بيبقى معدي شويه وانت بتقلل من اللعيب بتاعك بتفقده تركيزه وبتفقده اثر على العمل النفسي اللي احنا دايما بناكد عليه قبل البدني. طبيعي ان اللعيب ممكن يقل، ممكن توجهي له ان فكره ان انت لا، انت المفروض يبقى عندك احسن من كده، غير لما تقولي له لفظ يقول لك لا، طب انا مش عايز العب. حاسس بتتكلم على مروان شويه. انا اتضايقت صراحه، يعني فتره مروان بتتكلم، انا حاسس انك يعني بتفتكر الفتره ديت والانتقادات اللي كانت على مروان. طبعا كانت عاليه، وطريقتها صعبه جدا لاي لعيب، مش لاي لعيب، لاي بني ادم عادي. يعني خلي بالك ان الكلمه اللي بتتقال لاي حد في الشارع مهمه جدا، سواء كلمه طيبه او كلمه مش كويسه، بتاثر بشكل كبير جدا على اي نفسيه اي بني ادم. الكلمه، ودايما اقول الكلمه مهمه جدا، فخلي بالكم من طريقه كلامكم مع بعض. لو حد قال لك يلا برافو معاك، واحنا معاك واحنا في ظهرك، هيقدم احسن ما عنده. لو انتقدته بطريقه عنف مش هيديك احسن حاجه. فانا دايما بشوف ان الطريقه كانت مع مروان صعبه جدا، الطريقه وهجوم. انا برضو بلوم على الاهلاويه، مش هلوم على اي فرقه تانية. طبيعي ان اي حد تاني ممكن ينتقدك عشان هو عايز يقللك،
انما انا كاهلاوي لا مش هنتاخده كده عشان انا محتاجه، انا محتاجه يبقى في احسن حاله، انا محتاجه يبقى في احسن وضع. فعشان كده بقول دايما جمهور النادي الاهلي اقف في ظهر لعيبتك، ولو في انتقاد لازم يبقى انتقاد ايجابي يزقه لقدام مش للهدم. صحيح. فدايما بقول ان جمهور النادي الاهلي لازم الحته دي في الفتره كمان اللي جايه دي، مش عايزين ندخل في سكك في حاجات كتير تطلعنا بره تركيز البطوله. احنا عندنا بطوله مهمه جدا عايزين ناخدها، يبقى دايما كلنا في ظهر الفرقه، مش عايزين نخرج في حاجات جانبيه تطلعني بره قصه الهدف الاساسي اللي انا عايز اوصل له السنه دي. صحيح. كنت اتمنى الماتش يتلعب يوم 6 بدل 27؟ اه يعني المباريات ورا بعض افضل من ان انا هتفرق شويه طبعا. طبعا انا ما اعرفش الفتره دي ايه اللي ممكن يحصل الفترة دي. الفترة اللي جاية تقريبا دلوقتي في بعض اللعيبة واخدة راحة، وبعدين في اللاعب الدولي بينضم للمنتخب. أنا شايف إن بعد المباراة اللي فاتت يلا كده. يعني كانت هي يعني يلا كان دلوقتي الموجة كانت عالية بمعنى أصح والكيرف عالي. أنت حضرتك مدير فني وعارف إن فكرة إن أنا بكسب ريتم أو بكسب ريتم مباريات معين ببقى عايز ألعب أطول فترة مباريات في الوقت ده عشان هي دي الفترة الأحسن بالنسبة لي. وأنا كمان فعايز أكسب بقى. فهي بتبقى كده، بتبقى يعني احنا بنستنى الوقت ده، يعني ممكن تلاقي الفرقه معايا تشتغل عشان توصل للكيرف، عشان اوصل للكيرف ده، ولما اوصل للكيرف ده عايز العب اطول فتره مباريات عشان افضل اكسب. صحيح. فكانت فرصه كويسه جدا ان احنا ناخد الريتم ده، ولكن برضو اللعيبه اللي موجوده انا شايف ان هي تقدر تعمل خاصه تحافظ على رتمها ده لحد وقت بالظبط، لان العلاقه بين المدير الفني واللعيب دايما مهمه جدا جدا جدا، فاتوقع ان هم في علاقه كويسه، والاستمراريه في العلاقه دي هتدي نتائج افضل واحسن. وكمان على مستوى الدولي اعتقد معظم لعيبه النادي الاهلي لعيبه دوليه، وبالتالي انت بتتكلم خلاص يعني يمكن خدوا راحه يومين ثلاثه وبعدين هيبدا على المستوى على الدولي الماتشات على طول، ويرجع من الماتشات هيبقى ناقص تقريبا ان هو يوم 17 يعني التجمع يوم 19، فالموضوع هيبقى فيه اسبوع. فاعتقد الفتره يا كابتن هاني تعرف لعيبه الاهلي ما فيش حاجه اسمها راحه يعني من هنا لهنا لهنا على طول كله ورا بعض، بيلعبوا 3-4 سنين ورا بعض. ممكن تاخد 4 سنين 5 سنين. انا فاكر منتخب شباب انا 5 سنين ما فيش راحه، اهلي منتخب مفيش حاجه اسمها راحه يعني من هنا لهنا على طول. فاللعيبه الاهلي متعوده على كده، مفيش جديد يعني بالنسبه لهم يذكر يعني على طول مفيش حاجه اسمها راحه يعني. رجعت لنا المنتخب الشباب وذكريات جميله طبعا، انت من طبعا. الناس اللي يمكن الاجيال هنفضل نفتكر ان في جيل خد ميداليه على مستوى العالم، وكانت في ظروف اعتقد برضو كانت صعبه. اشرح لنا الفتره ديت وتالقك فيها بشكل جيد جدا، وازاي الفتره دي فتره الكاس العالم فرقت معاك جدا على مشوارك كلاعب يعني. بص يا كابتن هاني، اهم حاجه في اللقاءات دي ان انت اللي بتاخد منها مواقف تفيدك بعد كده في شغلك وفي حياتك، الخبرات بمعنى اصح. انا دايما بشوف ان الخبرات بتتاخد من اول ما تبدا تلعب منتخب مصري، يمكن منتخب مصري شويه احتكاكه اكتر شخصيه مختلفه غير اللاعب بالظبط، شخصيه مختلفه، فبتاخد منه خبرات مهمه جدا. فالمنتخب الشباب في وقتنا الاهم ميزه كانت عندنا ان يعني كابتن شوقي غريب اول ما بدا يختار من الاقاليم، ما اختارش خالص منتخب من الاهلي ولا الزمالك. كان عندنا حسام غالي تقريبا وجمال حمزه من الزمالك اتنين بس، والباقي كله مالوش علاقه باهلي وزمالك. بدانا بعد كده لما بدانا نلعب بدانا نروح اهلي وزمالك من خلال المنتخب. العلاقه كانت كويسه جدا، قعدنا حوالي 5 سنين مع بعض، كان يعني في علاقه مترابطه قويه جدا، وكنا بنعمل معسكرات كتير، فده عمل حته التماسك والترابط يعني. حتى في المباريات يعني احنا كنا بنخاف على بعض، يعني ما ينفعش انا حد يعني محمد شوقي ما يترقص وانا واقف، او رضا يترقص ومحمد شوقي يعني بعده يغير يعني نشوفها كده قصه عيب يعني، ما ينفعش انت تسيبني كده. فبدا الموضوع من هنا يعمل حته القلب دي، القلب ده موجود وعندك عناصر مميزه واحد واثنين مميزين فتقدر تعمل اي نجاحات. ففي كاس العالم سبب النجاح حته التكاتف والترابط اللي كانت موجوده، وعلاقه كابتن شوقي بينا كانت مهمه جدا في الوقت ده. انا دايما بشوف دايما ان اي نجاح بيحصل في اي فرقه دور دايما على العلاقه بين المدير الفني واللعيبه، دور دايما على علاقه المدير الفني واللعيبه. النادي الاهلي في احسن فتراته مانويل جوزيه دور على علاقه المدير الفني واللعيبه، ابو تريكا بركات متعب علاقتهم بجوزيه بس دايما دور على ده. دي كلمه السر في الكوره، دي وجهه نظري، سواء مدير فني اجنبي او مدير فني مصري، دور على العلاقه اللي بين المدير الفني واللعيب دايما. هتلاقيها اتكلمنا شويه، انت بتعمل ايه مع النهارده الجونه؟ كلمنا عن مشوارك التدريبي ده بعد الاعتزال.
يعني بصي، هو الفكره برضو اشتغلت على ده، حته العلاقه، اللي بيني وبين اللعيب. دايما اللعيب لو قدرت توصلي ان العلاقه بينك وبين اللعيب توصل للعلاقه الاسريه، يبقى انت نجحتي. بمعنى كده؟ بمعنى انا ما عنديش لعيب ما اعرفش قصته. يعني ما ينفعش يبقى عندي لعيب في النادي ما اعرفش ايه حياته، والدته، والده، بيته، ظروفه العائليه، لان هو دايما طول الوقت في مشاكل. طب ممكن لعيب عنده والده تعبان وعنده ظروف معينه، فلازم ابقى عارفها. انا لازم ابقى عارفها، لان انا لازم هراعيها. هراعيها في ايه؟ هراعيها في تمرين، في وقت تمرين ممكن يبقى ما نامش كويس عشان عنده مشكله في البيت، فاراعي ده في تمريني. يعني هي كل ده في الاول وفي الاخر بيصب في حته التمرين في وقته. ما ينفعش اقول النهارده ان انا امر الناس كلها زي بعض وعندي لعيب ما نامش كويس عشان عنده ظروف في بيته، عشان والده. واي حد فينا بيحس ان انت واقفه جنبه في ازماته بيبقى عايز يعمل لك اي حاجه. فهي فالعائد كله برضو في الاخر بيلف ويرجع لك كمدير فني. فهي الحاجات دي كلها حاجات صغيره الناس ممكن تكون شايفاها مش مهمه، انا بشوفها مهمه جدا، خاصه في مصر. يعني لو بنتكلم اللعيب المصري محتاج الايموشن ده، محتاج ان حد يكون بيدخل جوه حياته ويحس انه قريب وكاخ، ولكن بمسافه، لان في برضه في بعض اللعيبه بتفتكر ان المسافه قلت فيبدا الامور تخرج شويه عن السيطره. فيعني كلمنا عن المشاكل اللي مرت بيها الجونه خلال وانت كنت بتكلم معاك. هي الامور اصلا صعبه، لكن الجونه عندها امكانيات كويسه، كان في لعيبه لا باس بيها. لكن نبص في نهايه الدوري بنلاقي ان الجونه في موقف كان صعب جدا، ويمكن بتنهو دايما، يمكن السنه دي والسنه اللي فاتت، في مراكز لا تليق بامكانيات الجونه نفسها او فريق الجونه على مستوى المادي او على المستوى الفني. انا دايما يا كابتن زي ما قلت لك، انا شايف ان الجونه عملت مباريات كويسه جدا. يعني دايما بيلومونا ان احنا بنعمل مباريات قويه قدام فرق كبيره، بس كبيرة. لا، احنا بنعمل مباريات قويه قدام كل، يعني بنسبه 80%، لان في مباريات انت حضرتك عارف ان في حاجات بتبقى اوقات غصب عنك، يعني الريتم بيقع ما بتقدرش ترجعه زي الاول، ولكن بنسبه 80% المباريات كلها بنفس الريتم. ولكن في مباريات انت بتبقى شايفها وفي مباريات ما بتبقاش شايفها. يعني اهلي والزمالك طبيعي انت تتفرج عليهم، ممكن ما تتفرجش على مباراتي انا مع الجيش مثلا او انا مع سموحه مثلا، مش هتشوفها. فدايما الناس تلوم وتقول ان انتوا بتلعبوا احسن. لا، احنا بنلعب في ماتشات كتيره جدا كويس قوي، ولكن ممكن يبقى التوفيق مش موجود. ولكن اللي انا شايفه ان الفتره اللي فاتت الجماعيه ما كانتش بالشكل المطلوب. يعني ايه الجماعيه؟ كان اللعيبه بتعتمد على الشغل الفردي اكتر، ان حاله اللعيب النهارده كويسه هو اللي يقدر يعمل لك الحاله. ما كانش في حته الجماعيه بالشكل المناسب للعيب. شويه برضو الاجانب في مصر مش متعودين على اللعيبه، مش متعودين على الريتم بتاعنا. يعني ايه؟ لا يمكن اخد فكر حد اجنبي بيشتغل برتم بوقت زمني بوقت للتمرين مثلا. تقصد ان اللعيبه مش واخده على رتم المدرب الاجنبي؟ بالظبط، ما بيبقاش واخد عليه، لان هو بيبقى جاي مثلا حاطط ان اللعيب في اوروبا بياخد اقدر احط له تمرين ساعه. لا، هو هنا احنا في مصر ما اقدرش اديله ساعه. لان التكوين الجسماني بتاعه لا ما يسمحش، النوم بتاعه ما يسمحش، لان يعني اللعيب عندنا مش بتنام في وقت بدري زي اللعيب في اوروبا. فطبيعي لما تيجي تدي التمرين هنا وهنا لازم تنزل هنا شويه، تنزل بالتمرين شويه، عشان اللعيب لو فضلت ماشي معاه بالريتم بتاع اوروبا اللعيب يقع منك هنا في مصر، لان هو ما يقدرش يستحمل ده. فدي حاجات ممكن تكون بتاثر شويه في الشكل. العلاقه كمان ما كانتش احسن حاجه، علاقة المديرين الفنيين والجهاز واللعيبة ما كانتش في أفضل حالتها. ده اللي خلاكوا تخسروا نقاط كتير مع أنه يعني قدمتوا عروض قوية زي ما أنت قلت. ما أقدرش أقول أن ده سبب رئيسي، ولكن دي حاجات أنا كنت شايف يعني ممكن تكون في أجزاء، ولكن العامل في الأول وفي الآخر التوفيق. أنت بتقدري توصلي، يعني في مباريات كتيرة جدا بنوصل وما فيش توفيق. صحيح. فهي ده العامل. ولكن أنا بشوف دايما أن العلاقة في تقدري تحط تمرين قد ايه ووقته قد ايه مع نوعيه اللعيبه اللي معاكي، لان احنا حتى في مصر هنا لما بنيجي نشتغل بنشتغل بشكل جماعي. احنا شويه انا في الجونه في الوقت اللي احنا فيه الاخير بنشتغل بشكل، نبدا نشتغل بشكل فردي. يعني ايه فردي؟ مجاميع. ما ينفعش احط كله مع بعض، لان هو العامل البدني كلهم مش شبه بعض. بس ده رضا لازم بالزبط. لازم بتبقى اكيد بتعمل قياسات قبليه عشان تعرف الجروب دوت. يعني في معد بدني وسيم تونسي بالظبط، هو بيحط كل جروب قريب من بعضه علشان يشتغل برتم معين. يبقى في رتم. كابتن هاني حضرتك عارف طبعا ما ينفعش ان انا احط كل الناس شبههم، الناس مش شبه بعض، العامل البدني كله مش شبه بعض. فاحنا بناخد اقرب مثلا خمسه بادائهم مع بعض،
خمسة خمسة، وبعد كده تبدأ تشتغل جماعي في شغل التكتيك، ولكن شغل البدني لازم يبقى مختلف. طبعا احنا كنا طبعًا. زمان بنشتغل بدني كلنا مع بعض، فممكن انا مش قادر واحد بالظبط صف واحد ما ينفعش. فاحنا في حاجات صغيره في الكوره بدات تظهر في اوروبا وكده، فاحنا بنحاول نشتغل عليها ان الموضوع يبقى فيه تخصص شويه. حتى الشغل التكتيك دلوقتي ما بقاش جماعي بس، ده بقى لا فردي كمان، خطوط يعني في خطوط وفي حاجات فرديه وحاجات محاضرات لوحدها. يعني اعمل محاضره لخط الظهر بس طبيعي، وبعد كده اعمل في نص الملعب، وبعد كده اعمل الناس. يعني الموضوع بقى فيه تفاصيل كتيره، ولو انت عندك وقت يعني عندك وقت طويل قوي تقدر تشغله في لا صحيح. هو الموضوع يعني هو المدرب بيبقى مش زي لعيب الكوره، المدرب يومه 24 ساعه، انت بتفكر في بتحضر تدريب، وبعد ما تخلص تدريب بتشوف ايه اللي حصل في التدريب وبتبدا يعني يوم المدرب في مصر كبير. قصه كبيره، قصه كبيره. انا كنت فاكر ان الموضوع هيبقى اسهل من كده، لقيت الموضوع لا، ده فيه تفاصيل كتيره من اول ما تبدا التمرين لحد ما تنام وتصحى تاني يوم تبدا تفكر بشكل تاني، وهتعمل ايه والغلطات ايه وعايز تشتغل ازاي. طب احنا بنلعب مين النهارده؟ طب هشتغل عليه ازاي؟ طب انا بلعب الاهلي، هلاعب الاهلي زي ما بلاعب الجيش؟ اكيد لا، دي طريقه ودي طريقه. لعبت الاهلي وفاز الاهلي بصعوبه، ما انت النهارده بيتقال عليك الاهلي به يعني. لا بص، سواء يعني الماتشات الكبيره دايما بشوف ان هي مش محتاجه تحفيز، يعني مش محتاج ان انا اجيب لعيب اقول له خلي بالك ده احنا هنلاعب، مش محتاج، هو اوتوماتيك. انت بكره هتلاعب الاهلي وتسيبه بسيبه بقى خلاص، هو بيبقى يعني جاهز نفسيا وبدنيا ومستعد ونايم كويس وعامل افضل حاجه عشان يبقى شكله كويس. انت لو انت بقى بتدي له حاجات صغيره ما تضغطيش عليه، لان لو ضغطت عليه وقلت له خلي بالك هو احنا محتاج، لا يقع منك. فهو متحفز جاهز، ما بيبقاش محتاج تحفيز. احنا بنشتغل على حاجات الخطوط العريضه في الحاجات التكتيك بس مش اكتر. ده كويس. وخلينا نرجع شويه بقى اللي انت بتتكلم على علاقه اللعيبه او بالمدرب او بالاجهزه الفنيه، علاقه مهمه جدا، وجبت سيره جوزي. كلمنا عن القصة، كانت برضو من خلال رؤيتك انت كنت ماشي ازاي، كنت شايفها ازاي، انت بتتكلم على بوتريكا وبركات ووائل جمعة. انا كنت عارف ان هو بيعملهم بطريقة مختلفة شوية، طف يعني زيادة عن اللزوم يعني في اوقات معينة. كنت شايف الفترة دي ازاي على مستوى الفني، تعامل جوزين مع اللعيبة، وكمان على مستوى رضا شحاتة في الفترة دي كنت واصل فين للمستويات، وادائك كان قد ايه مع النادي الاهلي وبطولاتك؟ يعني كلمنا كواليس النادي الاهلي شويه. يعني بص يا مستر مانويل، عنده حته حلوه جدا. يعني يمكن انا برضو يعني الفكره دي كان عجباني من وانا بلعب، ان هو عنده حته، هو اللي هيشيلك وهو بيهزر، وهو اللي يعني هيبهدلك لو عملت حاجه غلط، وبيعمل الاثنين. ازاي كمدير فني تقدر تعمل دي؟ لو عملت دي تنجح. صعبه، لو عملت دي تنجح. معادله صعبه جدا. في وقت انا بهزر معاك ونقعد يعني هو في وقت من الاوقات انا شفته شايل حسن مصطفى بيلعب في نادي الاهلي، شايله على كتفه وماشي بيه في الملعب، وشايفه برضه هو بيطرد حسن، فهو شايله يعني على بعد الماتش، يعني بعد التمرين بيهزر معايا، عمل تمرينه حلوه يعني ايوه بالظبط، بيهزر معايا بعد في وقت تاني بشوفه. يعني انا شفت الحالتين. ولازم في الحالتين اللعيب يحترمك. طبعا لازم في الحالتين اللعيب يحترمني، وانا بهزر معايا زي ما انت عايز، لكن انا اولاد صغيرين بنهزر مع بعض، وفي نفس الوقت احترام واضح. باباك لو في الغلط، لو عملت دي هتنجح، لو قدرت توصل ان اللعيب يبقى عارف ان انت امتى تشد وامتى الموضوع مختلف، لا اللعيبه بتنجح. يعني انا يمكن في موقف مع حد من اللعيبه مش عايز اقول اسمه يعني، فكان بيقول لي ايه، بيقول لهم الحقوا هزروا معايا قبل ما يبقى مدير فني. ايه يعني ان انا كنت مساعد مدرب عام، قلت لهم لان في يعني مدرب حاجة ودي حاجة، مدرب عام غير مدير فني، موضوع مختلف تماما، لازم ابقى هنا بحاول بتلم الدنيا بلم اكتر بالظبط كده، وانا مدير فني لا الموضوع مختلف. فهو بيقول لهم يعني الحقوا هزروا معايا قبل ما يبقى مدير فني. فعجبتني ان هو عنده وصله له، ان تبقى ان انت واصل لك ان لما ابقى مدير فني يبقى في شغل تاني، لما ابقى مساعد هيبقى حاجه، لما نقعد بره بقعد عادي جدا ونقعد نهزر ونضحك. فانت لو عملت، انا اتعلمتها منه الصراحه، هو عنده الحته دي كويسه قوي، يعمل الاثنين. اكتر واحد كان يتخانق معاه كان ابو تريكه مثلا. ابو تريكه يعني في مباراه يعني يقول له انت النهارده زيرو. زيرو ابو تريكه النهارده زيرو، والماتش اللي فات كان مكسر لك الدنيا. فاللعيب في مصر لو عمل مباراه كويسه بيفضل عايش عليها وقت طويل قوي، هو يقول لك لا استنى انت خلصت النهارده اقفل اللي بعده. ايه تقييمك النهارده؟ لا زيرو، ما عملتش حاجه، وخناقه بقى يعني. يعني كمان بتون صوت يعني. طبعا يعني يمكن من الحاجات برضو كان اكرم توفيق معانا في الجونه،
فبيقول لي هو انت ما يعني ما بيعجبكش حاجه، يعني دايما بتقف على حاجه صغيره، ما انا ممكن ابقى طول الماتش كويس قوي بس في حاجه صغيره فانت واقف لي عليها. تقول لا ما ينفعش تغلطها على الحاجه الصغيره، لان ممكن يبقى رصيدك اللي انت عملت بنيه طول المباراه ده رصيد كويس، تعمل حاجه صغيره تبوظ لك كل اللي انت عملته. ده اللي انت اتعلمته من جوزيه وبتحاول تطبقه مع اللعيبه النهارده في الجونه. ايه تاني من الحاجات اللي اتعلمتها من مستر مانويل بتحاول تطبقها على اللعيبه؟ هو جريء جدا في تغييراته. يعني هو عنده وجهه نظر، يعني كان دايما يعني انا في مباريات لعب بسبعه رؤوس حربه سبعه في الملعب، كنتوش بتستغرب ورد فعله؟ انا سالت انا هو اشتغل معايا في دجله، اشتغلت فتره في دجله، فسالته اول ما رجع مستشار فني في دجله فانا سالته قلت له في وقت انت كنت بتلعب بسبعه رؤوس حربه ايه يعني بتفكر؟ قال لي بص هي الفكره كلها انت في مدير فني يعني فرقه، فانا بنزل راس حربه هو بينزل سيرد باك، بنزل راس حربه هو بينزل سيرد باك، فانا هنزل سيرد باك ليه؟ يعني هو بيقول لي انا بنزل يعني اهاجم وهو بيدافع، انزل يعني هو لو قرر مره ان هو يهاجم اكيد انا هغير سيستمي عشان انا بلاقي يعني انما هو ما بلاقيش حد بيدافع فبهاجم بكل اللي عندي. وبعدين عنده فكره ان انت التغيير بتاعك لو كسبت هتبقى احسن مدرب في العالم، ولو خسرت يبقى انت ما عندكش فكره. بالظبط فعلا بتاعت المدربين دي بتبقى انت وحظك يعني، ممكن ينزل كده. اول ما ينزل يجيب جول او يجي فيه جول. بالظبط فهو عنده برضو حتة دي. فانا عندي حتى يعني قرارات تغييراتي ما يعني مقتنع فيها مليون في بيها مليون في الميه، ما برجعش فيها. فدي من الحاجات اللي هو برضو كان بيبقى شاطر فيها تغييراته. طيب ملف المنتخب شايفه ازاي؟ وتاني حاجه لبعض الاختيارات احنا ما بنتقدش، يعني انا زي ما قلت يمكن المدير الفني ليه حق الاختيارات في كل حاجه، المدير الفني للمنتخب هو ليه حق الاختيارات، لكن احنا بنتناقش وبن يعني غياب مثلا حسين شحات ده للاصابه، لكن مروان ما كانش رغم تألقه الفتره الاخيره مش موجود في قائمه الكابتن حسام البدري. كلمني عن القائمه وكلمني كمان عن ماتشين توجو اللي جايين. بص يا كابتن انا دايما بشوف ان يعني مدرب المنتخب قرارك، ده قرارك في الاخر، احنا في الاول وفي الاخر احنا بنقول وجهه نظر صحيح. ولكن في الاخر اللي بيكمل او اللي بيمشي هو المدير الفني. يعني انت اختياراتك دي او اختيارات اي مدير فني انت هتتحاسب عليها، انا الوحيد اللي هحاسب عليها في الاخر بمعنى اصح. بالظبط فهو انا شايف ان كابتن حسام البدري ليه وجهه نظر، يمكن احنا مختلفين في جزئيه ان ممكن لعيب ما بيلعبش فيبقى موجود في المنتخب، دي ممكن يبقى فيها من لازم نتكلم، يعني لازم يبقى فيه رمضان بقى له فترات طويله ما بيلعبش بقى له اكتر من سنه تقريبا. فوجهه النظر هنا انا كمدرب ما اقدرش اتكلم فيها، لان انا مش عارف انت فكر يعني هو فكر فيها بأني زاويه لما اقدرش اتكلم فيه. قرارك بس قرار المدير الفني دايما انا اللي بشيله، يعني المدير صحيح. الفني دايما خد اللي انت عايزه واختار اللي انت عايزه، اكيد انت هتتحمل المسؤوليه. فاتوقع ان كابتن حسام بدري اكيد فكر في الموضوع ده كتير جدا قبل ما ياخد خطوه زي دي، وبقول له يعني الفتره اللي جايه مش هتستحمل اي حاجه، مش هتستحمل اي نتائج غير ان انت تكسب المباراتين اللي جايين مهمين جدا ليك، واتمنى لك التوفيق. احنا كلنا في ظهر منتخب مصر ولكن هي احنا بنتكلم في حته ان اللعيب ما بيلعبش فما يبقاش يعني طبيعي ان هو مش هيبقى موجود، ولكن ده قرارك احنا بنحترمه وبنتمنى لك التوفيق، ولكن الامور بالظبط كده الامور كلها انت في الاخر اللي هتحاسب على الاختيارات دي. مش حضرتك حضرتك عارف بقى بالظبط يعني طبيعي ياما حسبنا كتير يعني كلنا بالظبط هي هتبقى معايا في الاخر. نتمنى طبعا التوفيق وكل حاجه، يعني ده منتخب بلدنا واحنا عايزين الفتره اللي جايه ان شاء الله، وزي ما انت قلت ماتشين صعبين يعني جدا يعني جد. انت مطالب بالست نقط وده جد. اصعب ماتش يبقى عندك لازم مباراه وهتسافر وبعدين ترجع في ظروف صعبه جدا، تجمع بكره مع عدد كبير من اللعيبه وكمان ما عملناش استعداد كمان يعني ما كانش في استعداد الفتره اللي فاتت عشان اللي حصلت عشان الدوري يكمل، فدي برضو هتاثر يعني لو انت شايف لا هتاثر هتبقى فيها تاثير. فالاختيارات مهمه جدا 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 للجاهزيه والناس اللي هتبقى موجوده معاك، هتبقى الامور مش سهله ان شاء الله بس هتعدي ان شاء الله وتبقى الامور ان شاء الله باذن الله قادرين انها تعدي بشكل كبير جدا. ويعني هرجع تاني لجزئيه كان نفسي اسالك فيها من فتره طويله، عديت ازاي ماتش الارجنتين بعد ما اتغلبتوا 7 في كاس العالم للشباب
رجعت ازاي في فتره بعديها بثلاث ايام واديته اداء ووصلته للدور قبل النهائي؟ يعني انت ضحكت اول ما قلت لك خدتك على طول خالص. رجعت تاني رجعت تاني للاحداث. يعني يمكن برضو الكابتن شوقي عمل فيها الوقت ده حركه برضو يعني من الحاجات اللي في دماغي تفضل برضو كمدرب معايا في علامات كده في طريقه وانت لعيب معاك تفضل معلمة. يعني انا بقيت دلوقتي في نفس مكان فبشوف المواقف كلها اللي عدت عليها من كل المدربين مش كابتن شوقي كل المدربين المواقف المؤثره او اللي كان ليها تاثير مع الفرقه معايا يعني معايا طول الوقت. فانا فاكر ان يعني طبيعي انت خسران ماتش كبير وكاس عالم وكان عندنا طموحات كبيره وتحس ان الدنيا كلها اسود الدنيا صعبه الدنيا كلها اكن احلامك كلها خلاص مفيش حاجه. فجاه مدير انت مستني بقى مدير فني رد فعل اللي احنا متعودين عليه بقى وازاي ومش لا لا مفيش الكلام ده خالص بالعكس طلعوا الشنط وانزلوا عشان هنخرج. نخرج فين؟ بقول له يا كابتن نخرج فين؟ كنت كابتن الفرقه قلت له هنخرج فين يا كابتن؟ قال هنخرج نغير جو. فانا مش مستوعب يعني ايه نغير جو؟ المهم نزلنا وخرجنا فرد الفعل ده خلانا تعيد تاني تفكر تاني لا ده ايه ده الحركه دي لا ده انا لازم بقى المباراه اللي جايه دي لازم نشد ولازم. فجف في المحاضره اللي هي بعد قبل الماتش اللي بعده على طول كنت هتلعبوا مين بقى بعد الارجنتين؟ تقريبا فنلندا فقال لنا بصوا هو في حل من اتنين عشان تقريبا هو كابتن شوقي ما اتكلمش في محاضره لان هو في حل من اتنين يا اما نخسر الماتش ونرجع بالسبعه دول وتبقى خلاص الجيل ده انتهى يا اما لازم نعدي كان في جيل قبل كده وصل لدور الثمانيه لازم نعدي دور الثمانيه تكسر ريكورد لازم تكسر الرقم ده يا اما هترجع بالسبعه دول تبطل الجيل ده كله هيبطل يا اما تعدي دور الثمانيه ما عندكش حلول تانية اختار من الاثنين وانتوا شوفوا انتوا هتعملوا ايه بس ونزلوا الملعب طبعا نزلوا الملعب نقلتنا في حته تانية خالص يعني ما اتكلمش معاكم فني ما ادالكمش تعليمات ما قال لكم بس هو كابتن شوقي كان عنده الحته دي كويسه بيعرف عملتوا ايه بقى بينكم وبين بعض سيبنا لا لا بينا وبين بعض احنا بينا وبين بعض كويس جدا احنا بينا بننزل في الملعب ما حدش بيكلم التاني يعني ما حدش يقول للتاني اضغط يعني انا عمري بقى. انا خمس سنين في المنتخب الشباب والمنتخب الاولمبي بتاعنا مفيش حد قال لي اضغط ولا انا قلت لحد اضغط يعني ما حد احنا اصلا لوحدنا شغالين محدش كل واحد عارف مسؤوليته بالزبط. كل واحد فده ده كان ناجح عشان كده وهو كان كابتن شوقي حطنا في حته ان منتخبكم وانتوا احموه بمعنى اصح فهو كان عاملها كويس يعني الصراحه اتمنى طبعا الحاجات اللي مين من المدربين اللي انت لما بتفتكر ان في فتره من فتراتك وانت بتلعب انه جه مثلا عليك في وقت من الاوقات دلوقتي بتفتكر له لا ده كان صح هنا بتعذره حتى يمكن يعني يمكن الموقف كان جوزيه برضه يعني الموقف انا يعني اختلفنا هو كان عايز يلعبني في مكان وانا مش حابب كنت بلعب باك رايت عايز يلعبني باك رايت انا عمري ما لعبت باك رايت فبقول له انا يعني ما بعرفش العبها ومش عارف اعمل ايه يعني قال لي لا طب جرب في التمرين وشوف المهم جربت في التمرين فتمام ومقتنع ما عندوش مشكله خالص فقلت له طب انا هلعبها بس بشرط ما تجيش بعد كده تحاسبني عليها ما تزعليش ما تحاسبنيش عليها صحيح لان انت مهما عملت الدور ده ممكن اعمله فتره مؤقته انما استمراريا انا ما اقدرش ادافع طول الوقت ده يعني ما اقدرش العب الحته دي فالمهم قال لي تمام خلاص المباراه الاولى ما عادي عدت بعد كده بدا يدخل معايا بقى ان انت لا انت ما لعبت كذا ماتش يعني مجرد ماتش ولا لا ده هو كان عايز يلعبني في وقت من الاوقات ليبرو مين كان بيلعب قدامك بقى عايز يلعبني ليبرو في الوقت ده كان في وقت من الاوقات انا لعبته كان معايا سيد عبد الحفيظ كان باك رايت وانا كنت بلعب هاف قدام سيد عبد الحفيظ الاول فبعد كده انا عايز يلعبني باك رايت فانا مش يعني لا انا مش هلعب باك رايت وطلع سيد قدامك فانا انا ما اعرفش العب مش هعرف العب قلت له ما تحاسبنيش عليها وبعد كده قال لي ماشي وبعد كده لقيته بيحاسبنا قلت له لا ما احنا متفقين ان هو مش هينفع يعني كان دي من المواقف الغريبه ولكن برضو انا زعلت من ايه ان المدير الفني اوقات بيبقى شايف فيك حاجات ممكن تبقى تفيدك على المستوى اللي قدام البعيد ولكن في وقت اللعب ما بنبقاش عندنا المرونه ولا النضج ان انت تقدري تستوعبي الكلام ده فدي كانت من المواقف ان النوادي كده مع لعيبتك دلوقتي ممكن تكون شايفه في مركز معين هو طبعًا. مش شايف نفسه فيه انا من الناس اللي المباراه نفسها وهي شغاله بغير فيها اربع خمس مرات من جوه التكتيك نفسه بيتغير مش من بره
يعني من بره دي بعد الشوط الثاني، ولكن طول الوقت والمباراه شغاله بتقعدي تغيري، لان خلي بالك انت ممكن تبداي بشكل اللعيبه حالتها، في لعيب يبقى حالته كويسه وفي لعيب لا، فممكن تغيري في شكل الفرقه من جوه وانت شغاله وانت بتلعب. فدي مهمه جدا ان انت دايما تبقي عايشه، حتى يعني في ناس تقول لي انت ما بتاخدش رد فعل في الماتش، في الماتش خالص، يعني يقومون يدخل فيا اجيب جول ما فيش رد فعل، انا ما بعملش رد فعل ولا بتنرفز ولا بتضحك خالص. في بعض اللقطات وبعض اللحظات برضو ده، يعني انا يمكن اشتغلت بره شويه كمدير فني في اوروبا، حتى المدربين صوتهم ما بيبقاش عالي قوي زي مصر، لكن بيقول لك في مصر لو ما كنتش واقف على دماغ اللعيب وبتتكلم طبعًا. ممكن جدا يهرب منك او يهرب من تركيزه. ف اللغه الحوار بينك وانت على الخط بينك وبين اللعيبه اتعلمتها برضو من جوزيه، كنا بنشوفه جوزيه ساعات بيقعد وساعات بيروح. لا كان عصبي، كان عصبي جدا. لا انا بحب بس كان بيقعد ساعات يعني طبعا. بس يوم ما يقوم بقى لا، انا 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 واخد قصه تانية شويه. انا شايف ان المدير الفني او اللي بيقود مجموعه طول ما هو هادي ونائل للعيبه الهدوء ده بيدي ثقه للمجموعه افضل يعني. فانا واخد الشكل ده الجزئيه ان انا ماليش ردود افعال خالص دايما. طب انا جبت جول، طب هحافظ عليه ازاي؟ اول حاجه بتيجي في بالي اول ما لما تجيب جول هحافظ اوتوماتيك، انا هحافظ عليه ازاي؟ طب هعمل ايه؟ طب دخل فيها جول، طب هعمل ايه عشان اعوض؟ انا طول الوقت كده، اي رد فعل بيحصل او اي موقف بيحصل اوتوماتيك بروح مد اوردر ان في حاجه تانية هتحصل، هتعمل ايه؟ فعلى طول طول الوقت ما بلحقش اخد اي رد فعل في اي موقف. هم حتى طب احنا كسبنا، طب اي حاجه اقول لهم لا، يعني سيبوني انا في العالم بتاعي يعني. فانا بشوف ان الهدوء بره بيدي هدوء يعني بيدي احساس للعيبه بالهدوء، ولكن طول الوقت لازم تقعد تنادي تتكلم وخلي بالك يعني دي برده موجوده، لان انت برده يا كابتن عشان تبدا تحط شكل وتقعد على الدكه مستريح الناس تنفذه لا محتاجه وقت. لا واحنا الوقت اللي مسكنا فيه مش سهل ومش ما خلاص. خلي بالك موضوع ان المدير حتى شفنا في اوروبا، يمكن في اوروبا ما كانش المدرب بيقف كتير، ما كانش بيقف، دلوقتي بقى بيقف. بنتفرج على كاس العالم زمان كان ما فيش حتى منطقه فنيه، يعني المدرب بالزبط. قاعد دلوقتي لكن دلوقتي لا بيزقوا في البريمير ليج، بنشوف كل المدربين على الخط وبتتكلم، ف بقى اسلوب طبيعي جدا ان اللعيب يحس انك عايش لازم عايش يبقى عايش المباراه معايا طبعا. هي الفكره كلها ان انا يعني عشان اوصل لحته ان عندي اليه في اللعب، في حاجه الاليه في اللعب دي ان انا بحفظ وهيغلط وتحفظ تاني، تفضل تحفظ وهيزهق مني ويبقى طبعا مش طايق التمرين، ولكن في الاخر لما هيحفظ ويعملها اوتوماتيك انت خلاص هنا دورك هيبدا يقل، تعليماتها هتقل، انا هستريح بعد كده. في الفكره كلها ان انا بقعد احفظ كتير عشان خلاص انا اوصل لحته معينه خلاص هو حفظ الموضوع، بيبقى عايز تبني حاجه تانية تقدر تبنيها بعدين. انا بتكلم الكلام ده محتاج وقت، واحنا الوقت اللي فات ده كان صعب جدا. الوقت اللي فات ده انا كنا بنلعب كل 3 ايام، تحفيظ ايه؟ هتحفظ ايه؟ لا بدني ولا تكتيك، الامور كانت صعبه في الفتره اللي فاتت. فالوقت عامل الوقت كان مهم جدا، ولكن الامور كانت في الوقت اللي فات ده كانت الامور صعبه جدا جدا. وطول الوقت انا مرعوب ان لا قدر الله حد يجيله حاجه، يجيله كورونا او حاجه، يبقى انت بتتكلمي في 4-5 لعيبه فجاه مش معاكي. فكان الموضوع كان هيبقى صعب جدا على عدوى سهله ومنتشره وما فيش حاجه مضمونه، ما تقدريش تحكميها. ولو لعيب واحد خلاص يبقى انت في الامور بالنسبه لك هتبقى صعب. اشتغلت في فريق الشباب وقطاع الناشئين في الجونه بشكل كبير ومباشر. الاستراتيجي بتاعت قطاع الناشئين ليه ما شفناهاش ان انتم مثلا بيبقى فيه على الاقل 3-4 اولاد من القطاع نفسه طالعين؟ جزئيه القطاع الناشئين دوت ماشيه ازاي في الجونه وخاصه الشباب، يعني مرحله اللي هو الفريق الثاني بمعنى اصح؟ يمكن المباراتين اللي في الاخر اللي احنا لعبناهم في ناس بدات تشارك. انا عندي عبده وعندي زياد، ده من فرقتك اللي كنت ماسك؟ دول من الناشئين الصغيرين طلعوا معانا المباريات اللي فاتت، بدانا ندخل مجموعه. عندنا 2 كويسين جدا مع كابتن ربيع ياسين في منتخب الشباب، موجودين معانا في الدرجه الاولى، ان شاء الله السنه اللي جايه هيبقوا موجودين معانا. ده 2001 2001 لعيبه كويسه، ولكن محتاجين ياخدوا ريتم الدرجه الاولى عشان يعني تعرف قصه الناشئين، يعني شويه تمرين شويه مش بنفس كفاءه الدرجه الاولى، فهي محتاجين شويه خبره بالظبط كده. يعني مش خبره قد ما هي العامل البدني في الناشئين غير الدرجه الاولى، الشغل البدني هنا غير هنا خالص، رتم التدريب ورتم التمرين بالظبط. فكل ده هيبدا هو يعلى معاك، فيبدا انا اتوقع معانا
ان شاء الله على شهر واحد ممكن يبقوا موجودين بشكل اساسي كمان في الفرقه. اتوقع ده ان شاء الله يعني اللعيبه عندها امكانيات كويسه. القطاع شويه يمكن ما كانش بالشكل الـ 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 الكبير يعني يبقى مساحته اكبر للفرق واللعيبه. فلا ان شاء الله الفتره دي هيبقى بشكل احسن وافضل نقدر نختار منه نادي الاهلي. يعني مين اللي عاجبك بقى في انت شفت 3 4 لعيبه او 5 لعيبه في موسيماني زق 4 5 لعيبه بشكل شادي. كويس يعني شادي. انا كنت موجود في النادي الاهلي في لجنه التعاقدات في وقت يعني انا شفته من بدري يعني شايفه ان هو لعيب كويس جدا جدا عنده امكانيات هايله. برضه لما ياخد الريتم والدرجه الاولى والمباريات والاحتكاك هيبقى حاجه. وموسيماني اداله اعتقد في ماتش بيراميدز تقريبا نزل اخر ربع ساعه وده كان ماتش يعني بتكلم على شخصيه كمان الولد ما كانش خايف يعني بيلعب قدام بيراميدز انت يمكن كمان شفته بشكل افضل شويه ومتابعه فعنده كمان شخصيه النادي عنده شخصيه عنده شخصيه. وعربي بدر عربي بدر مع المباريات انا بقول لك هيبقى احسن نص ملعب في مصر يعني مع ريتم مباريات النادي الاهلي والمجموعه والتمرين انا عارف التمرين في الاهلي يعني حضرتك عارف تمرين النادي الاهلي عامل ازاي المجموعه اللي جوه بتتمرن بشكل يعني ما حدش بيدي فرصه لحد يفكر يعني فالريتم هيختلف هيفرق معاه كتير طبعا. واحنا بننهي الفقره دي ونهايه البرنامج دلوقتي عايزاك توجه كلمه للجمهور حوالينا الضغط اللي بيتعرض ليه النادي الاهلي من اشاعات لمواقف لكذا اي حاجه متوقعه حتى في الفتره اللي جايه احنا مش هنبطل نتكلم يعني اي حاجه متوقعه في الفتره دي تحديدا كلمه توجهها لجمهور النادي الاهلي يعني في الفتره دي ايه؟ جمهور النادي الاهلي عايز اقول له احنا النادي الاهلي احنا النادي الاهلي دعمك طبعا مهم جدا للجمهور يعني احنا بدون جمهور زينا زي اي حد يعني الماتشات طعمها وحش قوي اكيد من غير جماهير والله يا كابتن ما لهاش اي لازمه الصراحه حاجه صعبه جدا احنا من غير جمهور النادي الاهلي الامور بتبقى صعبه جدا صعبه جدا لعيب جوه النادي الاهلي حاجه وبره النادي الاهلي حاجه تانية خالص وده سبب جمهور ان الجمهور طول الوقت ضاغط عليك وطول الوقت حاطك في وضع مسؤوليه فده انت دايما بشوف ان جمهور النادي الاهلي هو اللي يقدر يخلي النادي الاهلي رقم واحد وهو اللي يقدر يعمل لك ازمات برضو جمهور النادي الاهلي فعشان كده بقول طول الوقت اي حد يشدنا في سكه خناقات وفي سكه ان انا اطلع بره التراك بتاعي لو سمحتوا مش عايزين نمشي في السكه دي احنا عايزين نمشي دايما في ظهر النادي. النادي الاهلي النهارده واخد دوري بيلعب نهائي بطوله افريقيا وموجود في كاس مصر ايه المطلوب تاني ان شاء الله يحقق الثلاثه انا قصدي انا ماشي في الخط السليم لا قدر الله لو انا بره الخط نبدا نتكلم انما انا دلوقتي ماشي في خط سليم مش عايز حد ياخدني في اماكن حاجات فرعيه وابدا التركيز اللعيب بيتكلم وده بيقوله لا احنا بنتحامى في جمهور نادي الاهلي ودايما انا اقول الكلمه دي النادي الاهلي خيره على الجميع ونادي الاهلي فوق الجميع فوق الجميع فوقنا كلنا كنادي اهلي وخيره على الجميع دي خيره علينا كلنا ان اسمائنا كلها يعني من النادي الاهلي فدايما بقول ان انتوا خليكوا دايما في ظهرنا خليكوا دايما سند لينا خليكوا دايما الدرع والحمايه للعيبه النادي الاهلي الدرع والحمايه للعيبه النادي الاهلي ودي مهمه جدا 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 سواء لعيبه جهاز فني جهاز طبي انتوا الحمايه بتاعه المجموعه بتاعه النادي الاهلي فاتمنى ان انتوا دايما تبقوا موجودين دايما في ظهر النادي الاهلي وحمايه ليه من اي حد يبدا يدخل يكسر في الجزئيه دي عشان يبدا يدخل لك يعمل لك مشكله فانا لا ان انا بحمي لعيبه فما حدش يقدر متاكد ان شاء الله بس احنا ماشيين على التراك الصح فنحافظ على البطولات اللي احنا ماشيين فيها وعايزين نحميها بان احنا ما ندخلش في حاجات جانبيه تطلع لعيبتنا بره تركيزها. شكرا جزيلا كابتن رضا شرفتنا ونورتنا وكنت سعيد برؤيتك وان شاء الله بالتوفيق في الفتره اللي جايه حبيبي ربنا يخليك حبيبي كابتن ربنا يخليك. دي كانت طبعا نهايه حلقتنا انتظرونا بكره ان شاء الله في البيت الكبير من 10 ل 1 تصبحوا على خير.